بعد الفوز بالسوبر الأهلي بيبدأ الاستعداد للعين. هل يعتزل شيكابالا؟ سعيد علي وهاني عصام وآخر تطورات الأهلي والزمالك بعد السوبر، والكابتن تامر بجاتو ضفنا الليلة في الكلاسيكو. حلقة جديدة من الكلاسيكو، أهلا وسهلا. عايزة أهني النادي الأهلي، عايزة أهني جمهور النادي الكبير ومجلس إدارته بالفوز بكأس السوبر المصري في مباراة منضبطة فنيا وتنظيميا. هذه المباراة يمكن كانت أفضل بكتير جدا على المستوى الفني من مباراة السوبر الأفريقي، وانت بتقارنها كده من ناحية الفرص، بتقارن غصبا عنك ناحية الفرص اللي موجودة لكل فرقة، رتمهم السريع، على قلبهم الموضوع، ما فيش حد مستهتر، ما فيش حد مستهون بالمنافس، حتى على المستوى التحكيم يا جماعة، أو الحالات التحكيمية، حتى في ضربات الجزاء، ضربات الترجيحية. لا، كان الحقيقة واحدة من أمتع المباريات، لأنه كل فريق كمان أنت امتديت حتى يعني الطريق مشي، لأن أنت تسدد 8 ركلات والإثارة كانت على أعلى مستوياتها، فأنت لحد آخر ثانية أنت مش عارف مين هيفوز بالظبط بالسوبر، مين اللي هيكسب الركلات الترجيحية. في الأول خالص قربت للأهلي أول نص ساعة في الماتش، ثم كانت في الشوط الثاني قريبة جدا من نادي الزمالك، اللي زي ما بيقولوا كده الملعب اتعدل بعد ما رجع في الشوط الثاني لما طلع زياد كمال واعتمد على ناصر ماهر وعبد الله السعيد. دي حاجة. الحاجة الثانية تروح بقى للأهلي بعد ما يعني مضيع عمر جابر يمكن الركلة الأخيرة. قبل ركلة عمر جابر كانت البطولة، وخلينا معترفين، قريبة قوي أو قريبة جدا لنادي الزمالك بضرب الجزاء اللي دخل يسددها شيكابالا. وهنا نقف عند شيكابالا، طبعا لو كانت دخلت كان هيتوج الزمالك ببطولة السوبر المحلي. ناس كتيرة قوي قالت لي شيكابالا كان عاوز ياخد اللقطة، خاصة اللقطة الأخيرة اللي تخص التتويج، وإن ده ما كانش مترتب له في المسددين أصلا، وهو حب ان هو زي لو توج الزمالك بالسوبر يبقى هو صاحب اللقطة الأخيرة أو المشهد الأخير، فيكون أفضل ختام بالنسبة له. ناس تانية قالت لي لا، لعبة الزمالك المتبقين أصلا ما كانوش عاوزين يشوطوا الضربات الترجيحية، وبالتالي هو اللي دخل كقائد للفريق علشان يسدد الضربة اللي ما دخلتش أو صدها الشناوي. الحقيقة أنه شيكابالا دخل يسدد الركلة السابعة دي، وهي كانت الحاسمة علشان دي تكون اللقطة زي ما بقول ليه كلاعب في الملاعب. وشيكابالا حسب مقربين ليه قالوا لنا أنه كان بيفكر جديا جدا قوي قوي يعني في الاعتزال، كان مستني يمكن اللحظة دي اللي هي كانت هتبقى لحظة عمره، دي فرصته خلاص. كان شايف انه تسديده لركلة الجزاء الحاسمة دي في مرمى الاهلي
هو النهاية الطبيعية له كأسطورة من أساطير نادي الزمالك، والتتويج بالسوبر، مش سوبر بس، ده السوبرين يعني، بطولتين على حساب الأهلي في أقل من شهر، أو أقل يعني، ما أنت بتتكلم في عدد أيام قليل قوي، فكانت لحظة يعني مناسبة جدا جدا ليعلن بعدها اعتزاله، خاصة وإنه مجلس الزمالك النهاردة بيفكر يجهزه، أو كان بيجهز ليه شيكابالا منصب إداري الحقيقة، وكان هو يعني ممكن تقول هيبقى مساعد مدير الكورة طبعا الكابتن الكبير عبد الواحد السيد. وخاصة كمان ان انت لو لاحظت حتى على الخط كان شيكابالا في الماتش ده قايم بدور اعمال عبد الواحد السيد، كان قايم بدور عمل مدير الكورة في نادي الزمالك، وكان بيحمس اللعيبة، ويعني شفنا له اكتر من دور الحقيقة. لكن طبعا تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن، وبتحول الحلم ده، حلم شيكابالا ولقطته الأخيرة اللي كان بيحلم بيها أكيد، لكابوس، لدرجة إنه الناس يعني حتى الجمهور، جمهور النادي، اعتبر إنه شيكابالا هو سبب الخسارة. والنهارده يمكن في مطالبات باعتزال لشيكابالا، في ناس كانت واقفة عمالة بتصور فيديو سيلفي ليها، ومستنية ان دي يعني واحدة من الضربات اللي مش هتدخل، اللي لازم تدخل في الشناوي، لازم تدخل في الاهلي. فكان الحقيقة الموضوع يعني موجع او صادم شوية، لكن عايز ارجع تاني للمباراة، لانه كمان كان يمكن زي ما قلت لك خارج الخطوط، لا كان في تغييرات كتيرة قوي في الخطوط، في الافكار التكتيكية، التشكيلات، يمكن كان سير الـ يعني كل مدير فني قدر ان هو يغير من افكاره، سواء كولر اللي دخل طاهر في التشكيلة كمهاجم، التشكيلة الاساسية، لعب اكرم باك يمين، او جوميز حتى اللي لعب بيه زياد كمال، صحيح ما كانتش مظبوطة قوي، ومحمد شحاته في نص الملعب، وبعدين لعب بنصر كجناح شمال قبل طبعا ما يعدل الطريقه بعد نص ساعه تقريبا من الشوط الاول. فشفنا مباراه جميله الحقيقه جدا، وحتى اللعيبه طول ال 120 دقيقه انت لا تحس ان كل لاعب كان مركز بس في الملعب عايزين يعملوا حاجه، طبعا باستثناء يعني ايه لقطات بسيطه قوي، يعني يمكن تتكلم في لقطه او اتنين في نهايه الماتش حتى مش داخل المباراه الحمد لله يعني، وبعض اللقطات أو المشاهدات اللي لاحظناها اللي ما كانتش لطيفة، أو تقدر تقول بعض التصريحات اللي ما ممكن تكون ما عجبتش ناس كتير، من يعني سواء من الجمهور ده أو من الجمهور ده. وعايزة هنا أتكلم في حاجة الأول قبل ما أتكلم فيها بالتفصيل مع حضراتكم، أو عايزة أكلم اللعيبة اللي بتتابع كل كبيرة وصغيرة. يمكن أنا شفت لإمام لقطتين في أقل من ساعتين، واحدة في قلب الماتش قال لك أنا ما بتابعش السوشيال ميديا، طلع في إحدى أو أحد الاستديوهات قال لك إحنا كلنا بنتابع وكلنا عندنا سوشيال ميديا، وهنا تأتي الرسالة يا إمام. أو كل اللعيبة يعني بشكل عام، خاصة لما تكون لعيب في الأهلي أو الزمالك ومحطوط عليك العين، أو إن أنت يعني إيه يعني قدوة، قدوة، تخلي بالك كويس قوي، لأن أنت عندك ناس كتيرة قوي بتقلدك، ومحطوط أنت يعني محطوط تحت مسؤولية أخلاقية كبيرة جدا في ملايين، وللأسف يعني بيحبوك وبيتبعوك وبيقلدوك وهما من صغار السن، وبيعملوا زيك، فلازم تكون قدوة أكتر من كده في الانضباط، في الالتزام، والنجوميه مش شويه تصريحات نطلع بيهم ترند شويه وبعد كده ننزل شويه، لا الشهره مش كده خالص، والناس شهره الناس يعني مش بتيجي خالص عن طريق الحاجات المزيفه اللي بتبقى لقطه وبعد كده بتروح لحالها، وبيتبقى بقى الباقي بقى من اللعيب بيقول ايه؟ بيلعب ازاي؟ مستواه ازاي؟ منضبط ولا مش منضبط؟ انك تكون نجم ده معناه التزام وانضباط، وتعرف تتعامل كويس قوي في كل المواقف، ويكون عندك شوية ضبط للنفس. فالجري ورا اللقطة ده الحقيقة حسيته مع يعني مع كام لعيب كده، مش عايزة أعمم، لكن في النهاية عايزين نقول ان اللقطة دي عمرها قصير قوي،
وبعد فترة فعلا الواحد ما بيفتكرهاش، يعني الجمهور بس بيفتكر اللعيب اللي قدم مستوى كويس، اللي عمل مجهود، اللي تعب على نفسه، قدر ان هو يحقق مكسب لفريقه فعلا ويفرح جمهوره اللي بالملايين. فغير كده بقى لقطات بتروح وبتيجي زي ما بقول، ومعاها بيروح كمان اللعيب، يعني اعتقد انه اللعيب بيروح معاها كمان مع الوقت، لما تفضل طول الوقت لقطات في لقطات والناس تبدأ يعني ايه بعديها تنسى دورك في الملعب، فلا انت لازم يعني برضو يتعودوا يشوفوك بره الملعب قدوة ليهم. امبارح لعيبة من الاهلي لابسين تيشرت كهربا، لابسين رقم 7، بينصروا كهربا، بيدعموا زميلهم. ماشي، ادعم زميلك براحتك، ادعم 7 براحتك، وادعم كهربا، وادعم كل اللي ما حالفوش الحظ ان هو يكون معاك، يعني واخد اللقطة دي، اللقطة دي حلوة قوي، حلوة قوي. لكن يجي يعكرها بقى واحد زي إمام ويقول لك نصا في تصريحات تلفزيونية بعد ما الماتش خلص، وخد بالك ده برضو دي حاجة من الحاجات اللي اللعيب بيفكر فيها، هحتفل ازاي، هحتفل ازاي بعد الماتش، يعني هو اكيد كان هو اكيد مجهز اللقطة دي، فيقول لك انا يعني انا هقول ايه وهحتفل مع مين. فما لقاش احسن من طبعا كهربا صديق عمره، واللي يقول لك ايه انا كان يستحق ان هو يكون معانا ويحتفل معانا بالبطولة، كلام على عيني وعلى راسي. بس مش شايف انه ده عكس القرار اللي اخده النادي قبل يومين، ان كهربا يوقع عليه عقوبة من قبل المدير الرياضي محمد رمضان، ويتغرم يعني تقريبا 1,000,000 جنيه حاجة كده، ويكون في إصرار إنه يمشي من المعسكر في سابقة أعتقد لم تحدث في تاريخ الأهلي يعني ولا الزمالك حتى. فأنت تيجي تقول لا ده هو كان يستحق ومش عارف إيه وكذا وكذا، يعني كانت لقطة إيه مش مناسبة خالص خالص يعني الحقيقة. فلازم يعني أي لعيب، أي لعيب مش بس إمام، يخلي باله من التصريحات، ما يبقاش يقول كلام عكس اللي النادي بيطلعه. انت بتحط كده يعني نفسك وبتحط ادارتك وبتحط مديرك الرياضي ومديرك الفني وبتحط جمهورك اللي هو شعاره الاهلي فوق الجميع في موقف لا يحسد عليه، فلازم تخلي بالك كويس قوي. حاجة تانية بقى لازم نهني تاني النادي الاهلي، هارد لك لجمهور نادي الزمالك، الفريقين الحقيقه قدموا مباراه كبيره جدا جدا. وانا الحقيقه الاسبوع اللي فات زي دلوقتي كان معايا الكابتن وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك طبعا الكبير ونجم منتخب مصر، وقال لي نصا كده الزمالك لو كسب بيراميدز هياخد البطوله دي. فانا معايا دلوقتي على التليفون لان انا شهدتكم وشهدته، قلت له لو الزمالك كسب بيراميدز هيكسب السوبر، هو اللي قال لي اه. فمعايا هو على التليفون وناس كتيرة جدا جدا مستنية المكالمة دي. يا كابتن وليد ازيك؟ سام، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك انت؟ الحمد لله تمام والله. هارد لك يا كابتن وليد. بالفعل هارد لك، وفي البدايه طبعا بنبارك للنادي الاهلي طبعا الفوز، لكن في نفس الوقت ببارك لنادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بصراحه على الدعم والمسانده وعلى الاداء وعلى كل حاجه حصلت في صح. المباراه. انا شايفها هي كانت قريبه جدا، لكن طبعا توفيق ربنا، ما ربنا مش رايد يعني، لكن كمباراه فنيه انا شايفها عاليه جدا جدا جدا. وهارد لك يعني 100 مره لنادي الزمالك بصراحه. تقول ايه لشيكابالا يا كابتن وليد؟ هقول له انت اسطوره نادي الزمالك وكابتن الفرقه، ومهما حصل منك انت على راسنا وعلى دماغنا، لان انت القدوه بتاعت نادي الزمالك واللعيبه، واسطوره كبيره ولاعب محترم. بعيد عن اللي حصل والاستفزاز اللي حصل، عشان انا عارف انت هتجيلي في النقطه دي، نقطة ايه؟ معلش مش سامعة كويس. هتجيلي في النقطة دي اللي هي اللي حصل بعد المباراة يعني، صح؟ طيب اللي حصل بعد المباراة يعني مش فاهمة، مع يعني رامي ربيعة شيكابالا. قصدك؟ عايز اقول لك حاجة يعني، برضو احنا بنتكلم على الصورة، ما نعرفش اللي حصل احنا برضو جوه، انت عندك حد اتكلم معاك قال لك ايه اللي حصل جوه الملعب بعد الماتش ما خلص؟ هقول لك رد الفعل يعني، احنا كلنا شايفين رد الفعل صح؟ ما شفناش الفعل. صح. طيب لما انا شيكابالا
راح جري ورا رامي ربيعه. طب حد عارف ان رامي ربيعه قال له ايه؟ لا طيب يبقى انا دلوقتي مش طبيعي، اصل انا مش انسان مجنون مثلا ان انا فرقه كسبت وخلاص واقوم جري ورا لعيب من النادي الاهلي، مش كده؟ الا اذا كان في حصل حدث معين او كلام معين من ربيعه لشيكابالا. فبالتالي بقول للناس كلها اللي هي بتحكم على الصوره او رد الفعل، طب الفعل نفسه انتم ما سالتوش نفسكم الراجل ده جري ورا رامي ربيعه قال له ايه؟ ولا ايه السبب اللي خلاه يجري وراه؟ اشمعنى رامي ربيعه يعني؟ عايزه ده اقول لك سؤال. حاجه، انا اصلا ما كنتش اسالك في الموضوع ده لان انا ما اعرفش انت سمعتني ولا لا. دلوقتي حالا انا كنت بوجه كلامي تقريبا لكل اللعيبه اللي بتحب برضو لحد دلوقتي تاخد اللقطه، اللي لحد دلوقتي ما بتتعلمش. فانا ما عنديش فعلا معلومه، انا مستنيه هاني عصام وسعيد علي علشان هم اللي هيقولوا لنا الكواليس، هم قريبين كويس قوي من اللعيبه هيعرفوا يفيدونا في الموضوع ده. بس انا ما كنتش عايزه اتكلم في حاجات فعلا خارج الماتش. يعني انا امبارح اتبسطت ليه؟ انه الماتش كان كبير فنيا، علشان الاقي النهارده حاجه اقولها، لان اللي بيحصل بره الملعب يا كابتن وليد يعني ما ينفعش خالص نتوقف عنده. وتسويق ان انت تسوق يعني حاجه زي اللقطات اللي خارج الملعب دي حاجه مش كويسه، يعني حاجه مش كويسه في حقنا. فانا دايما اقول ايه، ان الماتش حلو، انا لسه ما اعرفش انت سمعتني ولا لا، بس انا بقول الماتش حلو فنيا. الماتش كان قريب شويه كتار قوي في اول شوط للنادي الاهلي، بعد كده صحيح رجع الزمالك تاني لما اتعدل صحيح ملعبه بنزول ناصر ماهر وعبد الله السعيد، ما ولا جه على بالي اصلا لقطه شيكا لا ورامي ربيع. ما انا بس هم اصل دي لقطة، سامعيني هي هاني لقطة مهمة وسعيد، لازم نتكلم فيها ما هم يعني. هي نتكلم فيها لو احنا عندنا كواليس، لو انا عندي انا هسمعك الكواليس لو هم ما انا هقول لك، لا اصل انا برد برضو يعني من خلال برنامجك المحترم، لانه طبعا برنامج جميل ومتشاف طبعا. الله يخليك. حتة الـ الناس اللي طالعة بتتكلم على اللقطة بتاعت شيكابالا بالذات، يا جماعة يعني اللقطة اللي رأفة بعد ما أهدر ضربة الجزاء، بعد لما جري ورا رامي ربيعة لما جري ورا يعني. رامي. انا بتكلم فيها، انتوا يعني انتوا عارفين رامي ربيعة قال له ايه عشان يجري وراه؟ هنعرف بعد الفاصل، بس قول لي هو بس قال له الأول، أنا بتكلم فني دلوقتي، خلينا لا نتكلم فني، كفنيين. خلينا نتكلم فني. الشوط الاولاني انت توقعت انه شيكابالا يهدر الضربة الترجيحية دي؟ وهو يعني دي لحظة تاريخية المفروض بالنسبة له؟ كل شيء وارد، كل شيء وارد. ميسي بيضيع ورونالدو بيضيع وكم مارادونا بيضيع. فهي الفكره ان حته ضربه الجزاء وارد جدا اللي هي تضيع، لكن هي الفكره ان نادي الزمالك كان قريب جدا من الفوز لو في توفيق، لو في توفيق في ضربه الجزاء انت بتاعت كنت شيكابالا كان جت. متوقعها يا كابتن وليد؟ انا كنت متوقع طبعا يعني. انا قلت خلاص هي الروح بقى يعني، عواد ما شاء الله عليه صد وخلاص شيكابالا هيدخل يحط ضربه الجزاء وخلاص والدنيا تخلص يعني. وكل شيء وارد برضو يعني، احنا كلاعبين الكوره انت برضو انت مقلق، انت ممكن تيجي ممكن تتصد، لكن الامنيه طبعا بتاعت اي زملكاوي هتيجي ان شاء الله، فاهمه ازاي؟ لكن الشناوي طبعا اتعامل معاها بشكل كويس جدا، وما كانش فيه توفيق او ما فيش حظ يعني ان الكره دي تيجي. كرة سيف الدين الجزيري كانت كرة صحيحة، كان جول صحيح. عايز اسمع بصي تعليقك. انا مش عايز اتكلم في يعني، انا برضو يعني الناس كلها او الحكام كلها او خبراء التحكيم طلعوا قالوا اللي هي اوفسايد، فانا بالتالي ما اقدرش اقول اللي هي مش اوفسايد يعني. حتى لو فيها شك او اي كلام يتقال عليها، فما ينفعش ان بعد كل الحكام اللي طلعوا والخبراء وبعد الماتش والكلام ده كله قالوا اللي هي اوفسايد خلاص يعني. بس في مواقف عندنا في الدوري المصري السنه اللي فاتت نفس المواقف، واعتقد اللي هي نزلت كتير يعني، ما اتحسبتش اوفسايد للنادي الاهلي. يعني انت فهي الفكره ايه؟ الفكره اللي حته التحكيم انا ما بحبش اتكلم فيها خلاص، هو اتحسبت اوفسايد وخلاص والموضوع انتهى. لكن خلينا نتكلم برضو على ايجابيات المباراه. انا شايف ان الزمالك طبعا وحته نص اللعيبه برضو، وان انت بتلعب الماتش اللي فات 4 العصر في ظل رطوبة عالية جدا، فأنت بشكل كبير مجهد عن النادي الأهلي لأنه لعب بالليل في نفس اليوم بالليل، برضو الجو ألطف شوية والكلام ده كله. لكن
جوميز اتعامل جيد جدا مع المباراه، وحس ان الشوط الاول كان الاهلي اخطر وراح باثنين انفراد وكورتين في العارضه، فالحظ ما كانش معاه في الشوط الاولاني. لكن الشوط الثاني اعتقد ان الزمالك لما حصلت التغييرات مسك نص الملعب وضيع كره سيف الدين الجزيري وكره مشلاك اللي حطها جنب العارضه بدماغه، فكان في تكافؤ تقريبا في الاكسترا تايم. اعتقد ان الزمالك كان اعلى شويه في الاكسترا تايم سيطره وكان اخطر سنه، لكن في الاول وفي الاخر احنا خسرنا ضربات جزاء، يعني اللي هو الماتش كان رايح جاي رايح جاي رايح جاي. كانت قريبه يا كابتن وليد، كانت قريبه بالظبط، يعني هي كانت قريبه لولا طبعا ضربه الجزاء اللي ضاعت. لكن برضو انا يعني انا بحيي الفرقتين، بحيي الفرقتين، وبالاخص يعني انت شفتي ما شاء الله النادي الاهلي بيمتلك سكواد رائع، يعني يعني تقريبا نازل فرقتين، فرقه تانية غلطت في الملعب، نادي الزمالك ما كانش عنده بعكس تغييرات. دكة الزمالك. بالظبط. وانا اناشد جوميز مدرب كبير جدا، اللي هو يعني احنا عارفين اللي هو بيقول انا مش عايز لعيبه جديده، مش عايز لعيب، لا احنا محتاجين لعيبه، احنا محتاجين اربع خمس لعيبه في نادي الزمالك عشان في المواقف اللي زي دي على نفس المستوى لما تحصل تغييرات يبقى برضه الكفه مع نادي الزمالك. لكن طول الوقت جوميز بيقول ان انا مش عايز لعيبه تانية، خلاص كفايه اللي عندي. أنا بشكرك جدا يا كابتن وليد، هارد لك لجمهور النادي الزمالك، وخلونا نروح يعني نشوف تقرير عن أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم ونرجع مرة تانية. أغلق مجلس إدارة اتحاد الكرة باب القيد أمام أندية الدوري الممتاز أمس الجمعة بعدما استمرت عملية تسجيل اللاعبين لمدة شهرين تقريباً. يخضع الدولي المغربي أشرف داري مدافع الأهلي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موقفه من مباراة العين الإماراتية. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة السوبر المحلي بالإمارات، وقرر جوميز منح اللاعبين راحة لمدة يومين قبل الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي في الدوري مطلع شهر نوفمبر المقبل. يدرس الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن انطلاق معسكر الفراعنة المقبل في موعده المحدد يوم 11 من نوفمبر المقبل دون تقديم موعده. أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إدارة ثلاث مباريات لحكام مصريين في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، وهم أمين عمر ومحمود البنا ومحمد معروف. يحل ريال مدريد في العاشرة من مساء اليوم السبت ضيفاً على برشلونة الإسباني في الكلاسيكو لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني. الأهلي بيرجع مصر، وكعادة النادي الأهلي جواه لما بتاخد بطولة بتفرح ساعتين أو بتفرح ليلتها، وتاني يوم بتقفل الصفحة وتبتدي تشوف الماتش اللي جاي، خاصة لما تتكلم عن ماتش بقى صعب جدا جدا في بطولة مهمة، بطولة الانتر كونتيننتال. طبعا لعيبة جاية في أعلى يعني روح معنوية، بطولة الانتر كونتيننتال يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله قدام منافس قوي جدا جدا هو العين الإماراتي، والفايز هيتأهل لنصف نهائي البطولة وهيحصل على 2 مليون دولار. فبالتالي أهمية مضاعفة، خاصة وإن الأهلي خلاص يعني كسب معنويات عالية زي ما قلت بعد ما فاز بالسوبر المحلي ليلة امبارح. إيه هي توقعات الجمهور جماهير النادي الأهلي اللي هيواجه العين يوم الثلاث؟ هنشوف كده التوقعات ونرجع مرة تانية. توقعات حضرتك لمباراة الأهلي والعين يوم الثلاث الجاي إن شاء الله؟ إن شاء الله طبعا الأهلي هيكسب، الأهلي نادي تاريخ. العين فريق قوي بس ده الأهلي تاريخ. إن شاء الله مطمن لحاجه واحده، ان الاهلي هيبقى وراه جماهيره والاهلي هيرجع يفرحنا تاني زي ما عودنا. لا العين فريق جامد جدا، ربنا يستر. الاهلي مش يعني بعد الهزه بتاعت افريقيا دي حصل هزه، اي نعم النهارده هم شادين حيلهم بس ما حطتش جول في الجول الشوط الاول. هتحط جول امتى؟
ماشي، بس العين عنده المهاجم بتاعه المغربي، فريق المهاجم بتاعه جامد جدا، وربنا يستر ان شاء الله الاهلي ان شاء الله يفوز باذن الله 3-0 باذن الله، وهنكسب ان شاء الله الكاس باذن الله. هو الاهلي اليومين دول مش في احسن حال، بس ان شاء الله الاهلي 2-1 الاهلي ان شاء الله. هو ماتش صعب طبعا، فريق العين فيه لعيبه جامده زي سفيان رحيم وكل ده، باذن الله الاهلي يكسب 3-1 يعني باذن الله. ان شاء الله الاهلي يكسب، وان شاء الله 2-0 الاهلي. لا طبعا الاهلي تاكيد كده كده اساسا هيكسب، وانا متاكده ان هيكسب 3 ان شاء الله. في كلام مهم قوي وناس كتيرة بتسال على موضوع كهربا. المعلومه اللي عندي انه كهربا طلب فرصه اخيره مع النادي الاهلي بعد طبعا ما تم توقيع عقوبه عليه او تغريمه 1,000,000 جنيه، وهي طبعا غرامه كبيره جدا جدا في عمر النادي اصلا. وكهربا رجع مصر ما كانش موجود في المباراه النهائيه فطلب فرصه تانية. كولر عمل ايه؟ كولر واضح انه مصمم على استبعاد كهربا من حساباته بشكل تام، وانه مفيش فرصه تانية خلاص كهربا يعني يكون متواجد في ظل بقاء كولر ده مستبعد جدا جدا. طبعا من شويه انتوا عارفين انه خلاص باب القيد اتقفل، يعني خلاص تم غلق القيد بشكل نهائي، و موقف كهربا غير مفهوم لحد دلوقتي لانه لازم هيكمل في الاهلي لحد بقى الميركاتو اللي جاي باذن الله. هل هيتم استبعاد؟ طبعا في حل استبعاده من الفريق الاول انتوا عارفين انه يعني يا بيتم بقى تدريبه بشكل منفرد، هيتدرب مع الناشئين، هيلعب ماتشات وديه، هيلعب مع الناشئين، الله اعلم. لسه يعني ده ما فيش اي معلومات بخصوصه. لو حد عنده من ضيوف اللي جايين دول معلومه اكيد هنعرفها من يا هاني يا سعيد علي بعد الفصل ان شاء الله. النهارده بعثه الزمالك رجعت القاهره الحمد لله. جوميز قرر يدي اللعيبه اجازه لمده 2 يومين قبل ما يرجعوا بقى يستعدوا لمواجهه البنك الاهلي. مواجهه البنك الاهلي دي هتكون اول مباراه للفريق في بطوله الدوري، كل سنه وحضراتكم طيبين. اللعيبه اتفقت انهم يقفلوا صفحه السوبر المصري، هيبداوا التركيز في بطوله الدوري علشان طبعا السنه دي هتبدا بنظام جديد زي ما تابعنا القرعه، تابعنا الشكل المختلف اللي ليها، تواريخها حتى يعني كل حاجه فيها هيتم فيها بشكل مختلف. فمهم جدا جدا التركيز لانه الزمالك النهارده لم يتوج باللقب، لقب الدوري يعني، من موسمين. وهتذكر كلمه جوميز هنا لما قال لك الجمهور بيتذكر المشهد الاخراني، يعني انت النهارده كانك ما عملتش حاجه يوم 27 سبتمبر في مواجهه الاهلي لما كسبت السوبر الافريقي. فطبعا للامانه الزمالك ظهر بشكل كويس في الماتشين، واللعيبه يعني بذلت مجهود كبير جدا. الفريق بشكل عام عنده بقى هويه، عنده شخصيه مع جوميز، لكن مشكلته دلوقتي الكبيره في مقاعد البدلاء، ويمكن ده حتى اللي اكد عليه دلوقتي كابتن وليد صلاح عبد اللطيف. في اوقات معينه ما بيبقاش عندك اوراق تعمل فرق، فبالتالي اعتقد انه كان ممكن يكون في تدعيمات اكتر، لكن خلاص الفريق يعني هيكمل بنفس العناصر لحد موسم الانتقالات في يناير القادم ان شاء الله. بعيدا عن الكوره المحليه عايزه اتكلم في موضوع يمكن فاجئنا كلنا امبارح. كان الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اعلن المرشحين لجوائز الافضل في القاره لعام 2024. والحقيقه انا اتفاجئت زي ما كتير جدا من اللي تابع اتفاجئ انه انت تقريبا من 2017 يعني كان دايما اسم محمد صلاح يكون موجود. من 2017 محمد صلاح موجود في القائمة دي، فالراجل يعني يمكن أرقامه بتتكلم عنه. ومش عشان خالص احنا مصريين بنقول لا كان لازم يتحط في القائمة وكذا، ولكن محمد صلاح كان يستاهل أو كان المفروض أن يكون متواجد في القائمة دي. ويمكن أرقامه دلوقتي هتكون معانا على الشاشة، لكن الموسم ده بس يمكن لعب 12 ماتش
في كل البطولات، سجل 7 صنع 7 زيهم، و والموسم اللي فات 44 ماتش اهي. محمد صلاح مع ليفربول الموسم ده في جميع البطولات شارك في 12، سجل 7 وصنع 7، يعني بمعدل جول او مساهمه كل ماتش تقريبا. فالموسم اللي فات، طيب تعال نبص على الموسم اللي فات، لعب 44 ماتش وسجل 25 هدف وصنع 14. فالمفروض انه الارقام الاعجازيه دي يعمل ايه تاني؟ يعني مع واحد من اكبر الانديه في الدوري الانجليزي، وصلاح لما يكون هو مش موجود في القايمه دي اللي بتعلن عن افضل لاعب في القاره، مين اللي هيكون موجود؟ ايقونه الكره المصريه والافريقيه يا جماعه. ويمكن هو حاليا في افضل سنوات مسيرته، فلو صلاح مش موجود مين اللي هيكون موجود؟ دي الحقيقة كانت يعني برضو من الأخبار المفاجأة بالنسبة لنا. طيب خلونا طيب نختم الانترو ده بتقرير عن ملخص الأحداث. إيه آخر وأهم الأخبار اللي حصلت في الكرة العالمية في ملاعب أوروبا على مدار الأسبوع؟ بتتواصل الإثارة في الملاعب الأوروبية بعد العودة من التوقف الدولي، ففي الدوري الإنجليزي قدر ليفربول يحافظ على صدارته للبطولة بعد الفوز على تشيلسي ب2-1 في مباراة تألق فيها نجمنا العالمي محمد صلاح بتسجيل هدف وصناعة الثاني عشان يقود فريقه للنقطة 21 في صدارة ترتيب البريمير ليج، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف مانشستر سيتي اللي قدر ينجو من فخ التعادل أمام ولفرهامبتون بهدف في الدقيقة 94 برأسية جون ستونز. أما أرسنال فاكتفى بالتواجد في المركز الثالث بعد الخسارة المفاجئة من بورنموث في مباراة شهدت طرد المدافع الفرنسي الدولي ويليام صليبا عشان يكمل الفريق المباراة ب10 لاعبين وتنتهي بالخسارة 2-0. وفي دوري أبطال أوروبا قدر ريال مدريد يعود في النتيجة بعد تأخره في الشوط الأول أمام بروسيا دورتموند 2-0، وبينجح أنه يسجل 5 أهداف في الشوط الثاني منهم هاتريك للاعب البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور عشان يضمن لفريقه 3 نقاط. ومن تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور لتألق نجم برازيلي آخر وهو رافينيا اللي قدر يقود فريقه برشلونة للصقر من بايرن ميونخ في دوري الأبطال ويفوز عليه 4-1، سجل منها رافينيا 3 أهداف. الناقدان الرياضيان سعيد علي وهاني عصام بعد الفاصل، خليكم مع الكلاسيكو. بعد أقل من شهر نجح الأهلي في رد الدين للزمالك وتوج على حسابه ببطولة السوبر المصرية التي أقيمت في الإمارات. الأهلي توج باللقب أمام الزمالك بنفس السيناريو الذي حسم به الزمالك السوبر الإفريقي وبركلات الترجيح لينجح في استعادة ثقة جماهيره قبل بداية الموسم الحافل بالعديد من البطولات. الأهلي والزمالك قدم واحدة من أفضل مباريات القمة في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي إلا أن المباراة كانت حافلة باللقطات المثيرة في أشواطها الأربعة وحتى في ركلات الترجيح التي قربت الأهلي مرة ثم الزمالك قبل أن تبتسم للأهلي في النهاية، ليحقق الأهلي لقب السوبر للمرة 15 في تاريخه والبطولة رقم 153 في تاريخ فريق كرة القدم منذ إنشائه. كنت متوقع أن الأهلي إن شاء الله يكسب النهاردة، ما ينفعش الأهلي يخسر بطولتين ورا بعض. الحمد لله ربنا رزقنا بفوز للنادي الأهلي وألف مبروك للنادي الأهلي. ما كنش ينفع أن احنا نخسر النهاردة خالص. الأهلي لعيبه كبيره وجمهور كبير. انا لما وصل ضربات جزاء لما رضا سليم ضيع قلت خلاص الماتش راح،
بس لما مش كده قلت خلاص الاهلي هيكسب وان شاء الله العين هيبقى احسن. طبيعي طبيعي جدا، كنا لازم نكسب النهارده لان كنا لازم ناخد حقنا، لان احنا الماتش اللي فات خسرنا وكان ضربه جزاء، فلازم كنا نعوض الماتش ده. عايز اقول الف مبروك للاهلي ورب دايما نكسب، وان الحمد لله احنا عوضنا بدل البطوله اللي فاتت. مبروك مبروك، الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور، الف مبروك للاعيبه نادي الاهلي. بطولة السوبر هذا العام شهدت نجاحاً كبيراً على المستوى الفني من الفرق الأربعة، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا، كما كان التنظيم على أعلى مستوى من المتحدة للرياضة. عن بطولة السوبر والتحليل الفني لها يحل الكابتن تامر بجاتو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ضيفاً على الكلاسيكو، ويتحدث أيضاً عن كيف يستعد الأهلي لمباراة العين الإماراتية ورأيه في الدوري الموسم المقبل، ومن هي الفرق الأقرب لتحقيق الدوري في شكله الجديد. أنا برضو لما رضا سليم ضيعها أنا قلت الزمالك أخذ البطولة دي كمان. في يوسف أيمن اللي ما كانش ترتيبه في الأهلي، وشيكابالا اللي ما كانش ترتيبه في الضربات الترجيحية في الزمالك، يمكن أنا قلت الموضوع يمكن هم دول اللي ضيعوا، اللي ما كانش في ترتيبهم لا هنا ولا هنا، سبحان الله. فأول مرة يشرفني في الكلاسيكو الكابتن الكبير تامر بجاتو، أنا برحب بيك. شرفني. أهلا بيك يا سامي، مبسوط إن أنا معاكي أول مرة في الكلاسيكو يعني. أهلا بيك يا كابتن تامر. في منشط بس كده في الأول. أوكي. عايز أفكرك بيه في الأول. طيب. ماشي؟ خير. وتقولي فاكره ولا لأ؟ قوليلي. ولو إحنا بنتكلم عن المنشط ده الأيام دي. تفتكر كان هيبقى عبارة عن إيه؟ خلينا نشوف طيب مع الناس الأول. أوكي. مليون جنيه ثمن بجاته والغاوي نقض بطاقيته. فاكر المنشط ده؟ طبعا. ده كان ده 96 97 تقريبا. لو تامر بجاته بيلعب دلوقتي في 24 يبقى المنشط ده كان المفروض يبقى كام مليون؟ لا ما اعرفش بقى، شوفي من 96. تقييمك بالاسعار الموجوده دلوقتي؟ لا الله اعلم، ما اعرفش بصراحه، او يمكن ما بقاش ليها سعر خالص، ما حدش عارف ليه. يا رب ليه. لا طبعا الزمن غير الزمن يعني. كنا نقول كان نتكلم في كام مثلا، تلعب في كام؟ 50 مليون مثلا يعني، اكتر اقل؟ لو بالرقم يعني اكتر. طبعا 50 مليون، لكن يعني ساعتها كان رقم رهيب، عشان كده كتبوا الغاوي نقض بطاقيته يعني المنصوره. اكتر من 50 مليون لو دلوقتي؟ اكيد لو 96 احسبي كده المليون هتلاقي حاجه رقم غير طبيعي يعني. وحتى ساعتها كان برضو كان كتير قوي يعني، كان الكابتن رضا عبد العال ساعتها اتنقل من الزمالك الاهلي بحوالي 600. فكان رقم رهيب يعني، الدنيا كلها اتكلمت عليه. فلما جم بقى يعني ناس تطلبوني من المنصوره طلبوا مليون جنيه، فطبعا كان رقم غير طبيعي يعني ساعتها يعني. فبداوا بقى يكتبوا عليا المنشطات الغريبه دي. يا ريتني خدت نصهم حتى بس ساعتها. خدت كام يعني هقول لك ساعتها. خدت ده رقم بيهلك من الضحك يعني، خدت 275 ألف على 5 سنين. والله يعني هو مين اللي مشاك من الاهلي؟ بص انا لا، الرقم ده طلب من يعني بعد ما مشيت من الاهلي. رحت المنصوره لعبت السنه دي هناك يعني، كان طول عمري ناشئين اهلي ولعبت فريق اول في النادي الاهلي يعني. ورحت المنصوره لعبت السنه دي، فطلبوا بقى بعد السنه دي طلبوا المليون جنيه دول يعني. فكان رقم غريب قوي ساعتها. مين اللي مشاك من الاهلي؟ مشاني من الاهلي؟ الاهلي. الاهلي؟ كان مين ساعتها؟ كان مين مدير الكرة ساعتها؟ محمد رمضان اللي هو ماسك دلوقتي. المدير الرياضي الحالي. اللي ماسك دلوقتي مدير كرة دلوقتي. هو ما مسكش مدير كرة من ساعتها يعني. مشاك ليه ساعتها كابتن تامر؟ مشاني ليه ساعتها؟ انا هنتكلم في حاجات قديمه، انت عايز تتكلم في حاجات قديمه. نتكلم بقى، نبدا بالقديم. انا كنت عايز نبدا بالقديم يعني. نبدا بالقديم الاول وايه؟ طيب. وبعد كده يعني ليه بصراحه انا ما اعرفش، ما اتكلمتش معاه نهائي يعني. لان هو كان اتيتيود شويه مش مفهوم يعني. انا كنت بلعب يعني، انا طلعت اتيتيود هو معايا يعني. بص انا صريح شويه، فمش ما بعرفش اقول حاجات او حاجات لا.
يعني انا طلعت لعبت الفريق الاول، او كنا بنتمرن مع الفريق الاول، مش انا اللي يعني، انا وكان في ساعتها هشام حنفي، كان في كابتن احمد سامي، كان في زكريا حسين، كان في كذا كذا لعيب كانوا بياخدونا نطلع نلعب مع نتمرن مع الفريق الاول الاول كويس. كان عندنا 17 سنه كان ماسك فايسا ساعتها، وكان فرقه الاهلي ساعتها كانت فرقه تقيله جدا يعني من اول كابتن شوبير لحد قدام حسن حط اي اسماء بقى موجوده صح. غير بقى الفرقه اللي فوقينا، الناشئين اللي فوقينا اللي كانوا لسه برضو صغيرين ساعتها، كان كابتن وليد صلاح الدين وهادي خشب احمد ايوب، يعني كانت شله برضو تقيله جدا. فان احنا نطلع نبقى موجود مع المجموعه الكبيره والمجموعه اللي فوقيه كمان وابقى موجود، كانت صعبه جدا. وكنت بتمرن مع الفريق الاول، وبعد كده 19 سنه بقيت بتمرن على طول مع الفريق الاول. طيب. وبنزل العب مع فرقتي بس طبعا. الى ان لعبت في الدوري وانا عندي 19 سنه. سنه 92 93 ده كان مع كابتن انور سلامه. هو اللي اداني الفرصه بصراحه، طلعني لعبت في الدوري يعني. كانت مباراه المنيا وكسبنا 1-0. ساعتها كان محمد رمضان بيلعب، وطبعا كان في ساعتها كابتن حسام حسن، ايمن شوقي، فيليكس، محمد عبد الجليل، وليد صلاح الدين، يعني كان في اسماء وناس موجوده. وانت كنت من ضمن الاسماء دي. انا بس انا كنت ناشئ ساعتها لسه، اللي انا اطلع وعندي 19 سنه العب دي كانت صعبه شويه. يعني يمكن ساعتها بقى محمد رمضان يعني ما كانش عاجبه بقى مين العيل اللي طالع يلعب ده وكده، فما كانش في بيني وبينه يعني. اتدخل كايه؟ كلاعب يعني؟ اتدخل كلاعب في بس هو بيحصل، بصي طبيعي بيحصل في، ممكن يبقى لعيب مش طايق حد، لعيب ما بيحبش حد، لعيب صغير طالع، فممكن اللاعب الكبير يبقى متضايق منه، لان انا بلعب في نفس مكانه. فكانت ولعبت اوريدي، لعبت وانا عندي 19 سنه وانا تحت سن لعبت في دوري، فكانت مشكله شويه ساعتها. هو في التوقيت ده بعد ما خلص لعب بقى مدير الكوره بعديها. بعديها بقى بسنتين. أيوه. السنه اللي المفروض انا اتايد فيها هو اعتزل من هنا، مسك مدير كوره. ايوه على طول. فشفت السواد بقى. فبس فكان لقيت نفسك بره. لقيت نفسي بره، وانا الحمد لله كنت هداف فرقتي الحمد لله، وطول عمري هداف فرقتي في الناشئين الحمد لله، وبلعب منتخب مصر ومنتخب مصر 19 سنه، كابتن هاني مصطفى، كابتن منتخب اولمبي، يعني انا طول عمري الحمد لله كنت في مكاني. الان الحمد لله رحت برضه، وكانت على فكره لما مشيت رحت المنصوره ساعتها الحمد واول لله. واول اهدافك كان في الاهلي صح؟ يعني وبكيت لما هو مش كان اول اهدافي في الاهلي بصراحه، بس انا رحت على فرقه المنصوره، هي كانت فرقه كوره هايله جدا يعني، كان حظي حلو جدا. يمكن جمهور بيحب الكوره جدا طبعًا. مجموعه لعيبه يعني عشان ما انساش حد، لعيبه الكوره هايلين يعني، هايلين بصراحه. وكلهم بقى نجوم في فرق، لما مشوا كلهم راحوا نجوم. طب انت بكيت ليه وقت ما سجلت في الاهلي؟ بكيت ليه؟ كنت لسه فرقتي اللي انا قاعد معاها طول عمري، انا يعني. انا وانا عندي 12 سنه وانا في الاهلي وفرقتي، لغايه مشيت بعديها بشهر الاقي نفسي بلاعب فرقتي يعني. انا حسيت ان انا بلعب مع ضد فرقتي. حتى الجمهور الاهلي قبل المباراه نادى عليا وقعد يشجعني يعني، وانا بلعب مع المنصوره، لان جمهوري برضه، ما هم دول اللي كانوا بيجوا لنا في التمرين وفي الماتشات طول عمري يعني. فصعب قوي بقى ان انا اجيب جون. طبعا فرحت ساعتها، بس بعد ما جبت جون بثانيه حسيت ان انا كاني جبت جون في نفسي، عارفه الاحساس الغريب ده شويه. واحنا نكسب الاهلي متعود يعني. وان احنا نكسب الاهلي 1-0 والاسماء دي كلها موجوده زي ما بقول لك كده، من الكابتن شوبير اللي كان واقف لغايه كابتن حسام حسن بيلعب، ونكسبهم 1-0 في المنصوره، انا ابقى جايب الهدف. دي كانت صعب يعني عليك. صعب عليا جدا، لكن في نفس الوقت كانت ردت لي يعني ايه شكلي قدام الناس او قدام نفسي يعني. بصراحه لما تم تعيين مؤخرا كابتن محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الاهلي، انت كان احساسك ايه سعيد؟ احساسي ايه؟ لا ما يعني ما فكرتش في الموضوع بصراحه، ما اكذبش عليك يعني، ولكن استغربت شويه لان هو بعيد يعني، بعيد قوي ما اعرفش ليه. عندنا اسماء كبيره جدا في النادي الاهلي، اسماء كبيره جدا لعبت واولاد النادي يعني، في اسماء كبيره جدا، كباتن كبار جدا من جيل كابتن خطيب وما بعديه، ناس كتيره جدا. فتوقفت عند اختيار الاسم ده يعني شويه بقى شويه استغربت بصراحه يعني. حتى المشكله الاخيره بتاع الكهرباء استغربت برضو انها حصلت يعني. ما ده اللي انا عايز اتكلم فيه. ده صدام ولا تعتقد انه كهرباء كان يستحق مثل هذه العقوبه الكبيره
ولا انت شايف ايه من خلال متابعتك؟ طبعا انت عاشرت كابتن محمد رمضان. يعني بص انا مش عايز اخلي كنت تتوقع ايه اللي توقعته بقى؟ وانت انا اول مره اعرف ان انت عندك اصلا تجربه شخصيه معاه. بس دلوقتي اقدر اسالك ايه اللي كنت ممكن متوقعه؟ ايه اللي حصل؟ ممكن يكون صدام حصل ولا كان كهربا فعلا يستحق العقوبه دي؟ بص خلينا نتكلم في شقين مهمين جدا. اول حاجه كهربا يستحق، كهربا يستحق طبعا العقوبه طبعا اللي حصلت دي. ليه؟ لان لا يصح ان انت يعني تتجاوز وان يطلع منك كلام في التوقيت ده، لسه في ماتش داخل على ماتش لازم يتلعب، ماتش مهم جدا. الفرقه في وقت حارق جدا، خارجين من مباراه قبل كده او خساره بطوله قدام نادي الزمالك، فانت بتقابل الزمالك تاني. انت كنت لاعب في نادي الزمالك اساسا، يعني حاجات كتيره جدا. ما ينفعش ترد على مدير فني، ما ينفعش تتكلم مع مدير كره بالطريقه دي. انا شايف ان اداره الاهلي طبعا، ودي مش اول مره من اداره مجلس اداره الاهلي، هو مع المدير الفني تقصد؟ مع المدير الفني ومدير الكره مع كولر. ومع يعني افتكر برضو اتكلم مع محمد رمضان برضو، يعني حصل نقاش. فانا شايف ان ده طبعا طبيعي جدا، وده مش جديد على اداره النادي الاهلي عامه من زمان. يعني افتكر ان يعني في اسماء كبيره جدا يعني اتخذت فيها قرارات، كابتن ابراهيم وحسام مثلا، حسام حسن وابراهيم حسن يعني وقع شهيره مشي وراحوا النادي الزمالك وكانوا لسه مكملين، راحوا خدوا حتى الدوري سنتين مع الزمالك يعني. لكن انا يستوقفني حاجه واحده بس، انه المفروض انا كمدير كوره بصرف النظر مين اللي ماسك، يعني المفروض ان انا بلم الدنيا قوي بدري، ببقى عارف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل، عارف وضع اللعيبه اللي موجوده عندي سواء كانوا نجوم كبار او ما بيلعبوش بقى لهم فتره. فلازم بتفادى المواقف دي، لكن ما ينفعش اوصل نفسي ان انا لعيب وانا اسم كبير وخبرتي كبيره وسنا كمان، ما ينفعش اوصل اللعيب ان انا يوصل بين الصدام بيني وبينه انه يعمل او يرد عليا بالمنظر ده. دي مفروض ان انا كمدير كوره ان انا او يعني ان انا بتفادى ده من بدري، وببقى واعي جدا ايه كل لعيب عامل ازاي، بدرسهم واشوف وضع الفريق عشان ما تحصلش ايه المشاكل دي. لكن دلوقتي وصلنا ان خدت قرار بعد ما حد عمل حاجه، طب ما طبيعي هاخد قرار، اي حد هاخد قرار، ده مش حاجه. واعتقد انه تبعات القرار هي اللي ادت انه النادي الاهلي يظهر بالشكل المنضبط ده في الملعب، لان كان بعيد شويه، يعني كان بعيد فنيا على الاقل وبدنيا وكذا. بصي النادي الاهلي ما بتحصلش فيه الحاجات دي، واي حد بيعمل حاجه خارج النطاق النادي الاهلي بياخد قرار على طول. ده مجلس اداره النادي الاهلي، باختلاف مجالس الادارات كمان، ده اللي ده موجود جوه النادي الاهلي. ان لما حد بيعمل حاجه بتبقى لا بيبقى عقاب وقته، وما فيش حته ان انا بمشيها وخلاص يعني زي ما بيقولوا كده لا. ودي بصراحه دي من الحاجات الاساسيه في اداره النادي الاهلي. فقصه ان الفرقه ما تبقاش منضبطه او يحصل كده، الفكره في سرعه اتخاذ القرار طبعا، ان من وانت هناك يتم منعك من المعسكر ويتم يعني خلاص القرار بسفرك على طول. ده كان اعتقد دي اول مره تحصل، وتغريمك على الفور يعني طول عمرها بتحصل في النادي الاهلي. عمرها ما بسرعه كده ولا حد كان لا عمر ما حد في النادي الاهلي كان بيغلط خطا كبير كده وما بيتاخدش معاه ايا كان اسمه ايه. ودي يعني مع التجارب مع كل الاسماء اللي كانت قبل كده نقولها، ده كان النادي الاهلي بيعمل كده على طول الحقيقه. بس المفروض انا ما وصلش ان لعيب يتجرا عليا ويرد عليا، ده هنا بقى فيه مشكله من البدايه، ان انا اتفادى المشاكل مش اخد قرارات لما تحصل مشكله. دي وجهه نظري طبعا. الاهلي استحق الفوز امبارح؟ الاهلي كان الافضل الى حد ما. وان كان طبعا المباراه الاولى، انا بنتكلم على السوبر ككل يعني، كان المباراه الاولى طبعا لا سيراميكا طبعا ادت مباراه فوت قدام الاهلي وكان يستحق بصراحه الوصول للنهائي. ولكن خلاص الاهلي كسب، الاهلي بيعرف يكسب، والمباراه امبارح الى حد ما كانت متقاربه، وان كان النادي الاهلي اضاع فرص اكتر، ولكن في نفس الوقت برضو الزمالك قدم مباراه هايله جدا. المباراه اللي قبلها برضو قصاد بيراميدز فرقه قويه جدا، يعني بيراميدز لو كان وصل امبارح وجهه نظر يعني قصاد الاهلي كان هيتعب الاهلي جدا، لانه خط وسط بيراميدز قوي جدا عكس الزمالك شويه في مشاكل في خط الوسط وفي الدفاع طبعا يعني. لكن المباراه الى حد ما امبارح متكافئه يعني، لو الكوره الاوفسايد دي ما اتحسبتش اوفسايد كان الماتش راح، مع ان الاهلي مضيع اهداف كتير يعني. كره عطيه الله اللي في العارضه دي كانت
علامه فارقه كانت هتفرق جامد جدا. قصادها الجزيري برضو الهدف اللي اتلغى كان هيفرق جامد جدا. فالمباراه الى حد ما كانت متكافئه حتى في ضربات الجزاء متكافئه حتى اخر لحظه طبعا يعني الى ان جه شيكابالا. يعني عايزين نتوقف عند شيكابالا. انا مش هقول للناس انت قلت لي ايه عند شيكابالا. لا لا قولي. هسيبك انت تقول. لا لا قولي لو لا انت تقول. لا انت مين سبب خساره الزمالك امبارح امام الاهلي؟ الخساره معاك كانت ضربات الجزاء. يعني مفيش حاجه في المباراه نتكلم فيها لان زي ما قلت لك المباراه الى حد ما كانت متكافئه وده بيحصل في الكوره يعني. لكن طبعا شيكابالا يعني جمهور الاهلي لازم يعمل تمثال لشيكابالا بصراحه. يعني جمهور نادي الزمالك جمهور لازم يعمل تمثال. لا لا جمهور الاهلي. جمهور الاهلي طبعا لازم يعمل تمثال لشيكابالا. اصل الكوره كانت في ايد الزمالك. يعني شيكابالا اكتب يعني شيكابالا كان داخل وشوط الكوره لو جت جون خدوا الكاس. فالموضوع كان في ايه؟ كان في هو شيكابالا. مش محظوظ فعلا قدام الاهلي شيكابالا يا كابتن تامر؟ هو مش قصه مش محظوظ، انا قصه محظوظ ومش محظوظ دي انا ما بعترفش بيها خالص، واصل الفريق ده كعبه عالي على الفريق ده واصل يعني لا فكره الحظ في الكوره ما تعترفش بيها؟ ما تعترفش بنسبه صغيره جدا. ما هو الحظ هو التوفيق في النهايه يعني. يعني صح؟ بنسبه صغيره قوي. لا يعني ما ايه؟ الحظ هو التوفيق. ما لو جيت كده يعني برضو جبتها هنا من هنا هنسميها التوفيق. هنسميها التوفيق في الاخر. هنسميها التوفيق. توفيق بقى حظ ايا كانت بس المسميات. الحظ بيجي دايما مع اللي بيبقى جاهز له. يعني انا شايف ان الحظ بيجي للي جاهز للحظ. لكن ممكن تحصل ان واحد يضيع فيه نجوم كبار جدا ضيعوا يعني مارادونا ضيع وروبرتو باجيو ضيع وميسي ضيع وكريستيانو كلهم ضيعوا. بس ما بيضيعش في الاوقات اللي انت المفروض تكسبني فيها. في فرق كبير قوي بتبقى كبيره جدا وبتبقى صعبه قوي خاصه ان شيكابالا هنقول هو من اللعيبه اللي المفروض كرتهم عاليه جدا ولعيب حريف لعيب عارف يعمل ايه قائد للفرقه الفتره اللي فاتت وكان تصريحاته كانت قويه جدا وبعد بعد كاس السوبر الافريقي طلع واتكلم كتير قوي وبعد كده طول الماتش على طول متعصب واقف على الخط وبيكلم اللعيبه امبارح عمل يعني دور كبير جدا مع اللعيبه بالظبط ده سلاح ذو حدين يعني انت في الاخر لعيب ففي الاخر ده سلاح ذو حدين مش ده يمكن اللي مخليه ان هو كانت اعصابه مشدوده ما المفروض الخبر هنا بتلعب بقى يعني وده يمكن اللي مخلي لغايه دلوقتي كريستيانو ده بيخش شوط بينالتي دلوقتي ولا كانه ولا حاجه اللي ممكن تضيع منه دلوقتي وهو كبير مش هو صغير. ليه؟ الخبره بتفرق هنا الوقت القاتل زي ما بيقولوا كده فشيكابالا كان عنده فرصه خطيره ان هو ممكن يعني يجيب بطولتين ورا بعض وخاصه جات له بقى الفرصه انك تخش الشوط بينالتي تكسب بيه البطوله. كان هو السبب ان الاهلي رجع في المباراه وخسر البطوله. تفتكر ليه يعني ايه اللي حصل في اللقطه دي؟ يعني انا شفت يعني امبارح شيكابالا لما نزل اخر ربع ساعه ما بذلش مجهود بدني كبير خالص يعني مستعد كقائد الفريق وكخبرات زي ما حضرتك قلت وكانت جمهور الزمالك يعني لدرجه يعني خلاص يعني هم متاكدين ان لا يمكن شيكابالا هيضيع لا يمكن. امبارح شفت الفيديو الشهير ده يعني هو ده اللي ايه منقذنا ده واحد من جمهور نادي الزمالك حبيب في الاستاد صعب عليا قوي غصب عنه طبعا الجمهور غصب عنه لا ده هو عارف يعني ايه بيصور اللقطه ان هو متاكد ان هي مش هتطلع بره طبعا واثق في كابتنه في قائد الفريق ثقه في الكابتن بتاعي ايه بقى اللي حصل مع كل الحاجات اللي المفروض في صالح شيكابالا ايه اللي حصل امبارح انا رايي ان شيكابالا كان بيفكر ما بعد الهدف مش بيفكر في البنالتي ما كانش عايش جوه البنالتي لو عايش جوه الكوره لانه حتى شاطها عارفه لو طلعت مثلا لو قويه وطلعت مثلا وصدها حتى الشناوي هقول اوكي لو خبطت في العارضه وطلعت بره هقول سوء حظ صح او في زي عمر جابر في الاخر خبطت في العارضه برضه وعمل اللي عليه مع شطاش وحش لكن هو كان بره الجيم خالص يعني شاطها ضعيفه جدا شاطها تقريبا في التلت ما شاطهاش مثلا راح تقريبا في نص الجون وده اللي مخليه هو متعصب حتى بص يعني بص راح فين ردت فعله في نص الجون تقريبا فما لحقش حتى الشناوي ان هو يترمي هو لقاها قدامه على طول فده يدل ان شيكابالا كان
بيفكر بعد الهدف يعني. في لعبة ساعات بتفكر كان شغله يحتفل شغله ازاي، شغله بقى يحتفل ازاي بقى ما دي كارثة بقى، دي كارثة هنا يعني. هنا دي النقطة يعني، هي دي النقطة اللي ممكن تكون ضيعت البنالتي بصراحة. لكن فرصة طبعا كانت لشاكويلا، لدرجة بص هو مش مصدق ان هو شاطها كده، مش مصدق. هو رد فعله بألف كلمة يعني. عارف بالظبط رد فعله يدل على اللي بقول لك عليه ده، هو مش مصدق ان هو شاطها كده، لان هو رجع للكره تاني عشان يضربها بايده. المعلومه اللي عندي انه ده ما كانش اصلا ترتيبه في الـ في الـ اللي هيلعبوا ضربات الترجيح، ما كانش دخل شوط، كان دخل حد قبليه. بجد؟ طبعا انا لو منه كنت عملت كده. لو انا مش متاكد من نفسي هقول لكابتن معلش يا كابتن شوط يا فلان خش شوط، لان علامه فارقه اجيبها تخش جون، عكس ما بقى اجيبها ولسه مثلا هنكمل. لا لو جبتها اخدت البطوله، لا لازم ابقى متاكد مليون في الميه ولازم اشوطها كويس. بصي انا دايما بتكلم فيه، في فرق بين ان انا فرقه تخسر او تكسب وارد، لكن مش وارد ان انا ادي وحش، في فرق كبير بين الاثنين. لما ريال مدريد مثلا تخسر مباراه، ممكن تخسر مباراه لكن مقادين كويس قوي، مضيعين كور كتيره جدا وعاملين مباراه حلوه جدا ويخسروا، هنتكلم بقى هنا التوفيق او الحظ، ودي بتحصل طبيعي. لكن انا ادي مباراه سيئه، لا لازم اقف هنا. ضربه الجزاء هنا ضربه جزاء سيئه مش حظ وحش فيها، في فرق بين الاثنين. هو ده اللي بتكلم فيه، ان هو لما ما كانش مؤهل، كان مرعوب خايف من اللحظه او بيفكر ما بعد اللحظه. وأنا بس كابتن خلينا برضو نقول اللي لينا واللي علينا. انا كقائد فريق هدخل اشوط في غير ترتيبي، موارد ده كانت النيه انه لا احمس اللعيبه اللي بعدي اللي هتدخل تشوط، لو كان رفض كان ممكن يهز بقيه ثقه اللعيب. انا بقول لك بص في الاخر هي وجهات نظر يعني، كل واحد في الاخر لما اتحط في الموقف ساعتها. ان احنا مرينا بده كتير، انا مريت قبل كده برضو قدام نادي الزمالك مثلا، مباراه الزمالك في الكاس لما كنت في المنصوره، لعبنا ضربات جزاء 2-2 وضربات جزاء، وكنت جايب هدفين انا في الماتش، لدرجه انهم قالوا لي ما انت جايب هدفين بقى بلاش تخش تصوب بنالتي، قلت لهم انا هشوط. فهي بتبقى احساس من جوه الواحد على حسب هو هل جاهز للحظه ولا لا يعني، بس مش اكتر من كده. لكن كل السيناريوهات وارده، فممكن احنا بنقوله ده ممكن يكون ان هو حمس اللعيبه، وممكن يكون يجي بالعكس. لكن انا بشوف ان لا، لو انا مش جاهز قائد الفرقه بيقول لي خش شوط، لا انا هتحمس اخش واجيبها جول حتى لو ما بشوطش. وجهه نظر يعني. بس لو عايز تقول له حاجه دلوقتي وهو بيسمعنا ممكن تقول له ايه؟ هقول له من شيكابالا يعني. اقول له هارد لك بقى خلاص يعني، اقول له انسى خلاص، انا مش من النوع اللي بحب يعني اندم على اللي فات، خلاص اللي حصل حصل يعني. لكن التركيز مهم جدا، خاصه في السنوات الاخيره لما اكون خلاص هبطل، محتاج هدوء اكتر، محتاج الخبره تبان اكتر، محتاج التركيز يبقى اكتر يعني. لان شيكابالا لعيب كبير والجمهور مستني منه كتير جدا، ودي نقطه بتبقى صعبه قوي. ان لعيب كبير وفي اخر ايامي ولسه الجمهور مستني كتير جدا، دي بتبقى اصعب. لا اما ما اخدش التجربه ان انا العب وانا مش جاهز يعني، لان شيكابالا اسم كبير وخساره يعني ينهي والناس فاكره له حاجه مش حلوه يعني. في الاخر لعيب الكره كده كده بيبطل، بعد ما يبطل الناس بتفتكر له اللحظات المؤثره يعني، في المواقف معينه بيفتكروا بالذات المشاهد الاخيره، ان في الموقف ده كان موجود او انقذنا هنا او جاب لنا دي او فاهمه. فدي مهمه جدا يعني. بس بقول له يعني تقول له ايه؟ اقول له يعني لازم تبقى عندك رؤيه شويه للفتره اللي جايه هتعمل ايه، ولازم يهدى كتير، لازم يهدى كتير، لانه هو من النوع اللي بيتعصب وحمقي وبيحب نادي الزمالك قوي وعايز يعمل، بس لازم في اسلوب وفي طريقه علشان تقدر توصل للموضوع ده، لان الامور مش سهله قوي اليومين دول، خاصه الزمالك كان بيمر فتره صعبه قوي، فمحتاج كل حد يبقى فيه هدوء، يبقى فيه قائد جوه الملعب وبره الملعب. فمتهيألي شيكابالا ممكن يعمل ده لو هدي شويه، فمحتاج هدوء يعني. اقول له ده كتير، الموسم اللي جاي موسم صعب جدا. يعتزل ولا يكمل شيكا؟ لا ما بيلعب موجود يعني، حتى لو كان مش شرط مش قادر يلعب طول المباراه، وده طبيعي جدا يعني.
لكن وجوده ممكن يفيد لو هدي، وجوده في داخل كتير. الملعب جوه الملعب وبره الملعب لو فيه هدوء، لو مفيش هدوء مره بقى تبقى مشكله كبيره يعني، لكن هو طبعا محتاج هدوء كبير جدا جدا يعني. لكن لا اكيد اي قائد او اي حد عنده خبره جوه الفرقه، خصوصا لما تكون فرقه كبيره وبتمر بالظروف صعبه، والزمالك السنتين اللي فاتوا بره بظروف صعبه جدا. يمكن بطوله الكاس، بطوله السوبر الافريقي فرقت جامد معاهم يعني، لكن على ارض الواقع لسه الدوري طويل، بعيد عن الدوري، بعيد عن الجمهور، مش هيستنى السنه اللي جايه ده خالص، مستني كتير منه. بعد الفاصل نكمل مع كابتن تامر بجد، وخليكم على الكلاسيكو. جوبير لياسر ريان يقود احدى الهجمات، ياسر ريان الماتش حلو، الكره على الارض قطعت وياخدها عصام عبد الغني سنتر باك، وماشي عصام بيشوط من خارج المنطقه، ترجع له ثاني عصام، انما مجدي طلبه وعصام وبينفرد بجاتو، وجول جول 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 تامر بجاتو. يا سلام يا تامر يا بجاتو، يا سلام يا تامر يا بجاتو. تامر بجاتو زي ما بقول لحضراتكم هو كلمه السر، 22 سنه و8 شهور وكان اصلا في النادي الاهلي، وبيبكي تامر بجاتو لان هو حديث ليه بيقول لو النادي الاهلي طلبني تاني انا مستعد ارجع، يعني زعلان لان يعني هو قلبه او لسان حاله بيقول يعني جيت اليوم اللي اجيب فيه الجول. يا صح المعلق يمكن حاسس بيك بجد، صح؟ يعني هو بيعلق دلوقتي بعد ما هدفت قدام الاهلي، طبعا هداف كبير كابتن تامر بجاتو اللي برحب بيه تاني، بس كابتن ميمي الشربيني ربنا يا رب يشفيه حبيبي، حاسس بيك هو تقريبا في اللقطه دي. يعني كابتن ميمي الشربيني ده من الشخصيات اللي يعني مش لن تتكرر بصراحه يعني. طبعا كان صوته كده ليه شنه رنه، وكان ليا مقابله معاه قبل الماتش، وقال قبل الماتش ده؟ قبل الماتش ده على طول، لدرجه ان انا قلت له ان انا ما كنتش عايز العب. قال لي ازاي ده الناس كلها مستنياك وبتاع، قلت له ما كنتش عايز العب لان كان قبليها كنا عاملين كنا مخرجين الزمالك من كاس مصر. فقلت له انا تمام كده بالنسبه لي، لان خلي بالك انا مشيت من الاهلي اساسا ما كنتش حكم الكوره. يعني ما كنتش هلعب. انا يا سلام للدرجه دي؟ ما كانش بالنسبه لي، ما كنتش في دماغي ان انا اللي هو هلعب بقى كوره، انا كنت بالنسبه لي كوره العب في النادي الاهلي طول عمري يعني، هو ده الفكر بالنسبه لي. ناشئين النادي الاهلي، ناشئين النادي الاهلي من وانا صغير، وانا عندي 7 8 سنين وانا خلاص. فانا لما مشيت من الاهلي كنت خلاص بقى، كنت تقريبا هسافر بره وهكمل تعليمي وموضوع تاني خالص. يعني مش كوره يعني، يمكن رحت المنصوره بالصدفه يعني، جت بالصدفه عن طريق والدي الله يرحمه، كان دفعه اللي هو ابراهيم مجاهد في الجيش وبتاع، فقال له طب هات لي تامر اقعد اتكلم معاه شويه وكده، فرحت وخلاص مجاملة لوالدي. ومش على اساس انك تروح المنصورة خالص. فانا لما جيت الماتش ده بالذات قلت له لا انا ده كان اول ماتشاتك؟ لا ما كانش اول ماتش، ده كان يعني لا كان عدى حبة حلوين يعني في الموسم يعني. وبعدين؟ قلت له انا مش عايز العب الماتش ده. يعني حتى الكابتن حسن قلت له انا الماتش بالنسبة لي صعب جدا، انا يعني وانا بسخن. انا بسخن الناحية التانية المفروض، مش الاحساس. لا اول ماتشاتك في الاهلي مع قدام طبعًا الاهلي طبعا اول مباراة، لكن انت في الزمالك انت كان اول ماتشاتك بعد ما مشيت من الاهلي كان في الزمالك وسجلت في الزمالك. بس يعني بس ده اول ماتشاتك قدام أول الاهلي طبعا اول مباراة قبل، وكان لسه ماشي النادي بقالي شهرين ثلاثة، فالموضوع كان صعب جدا، ما كنتش عايز العب فعلا يعني. بس لكن يشاء بقى التوفيق بقى اللي هنرجع نقوله، ان انا نكسب المباراه وابقى انا اللي جايب الجون برضو، يعني قصاد فرقتي القديمه دي ما بتحصلش قوي يعني كتير جدا يعني. فكان فتره كانت لا كانت فتره بالنسبه لي كانت صعبه شويه، لكن الجمهور حياه المنصوره جمهور خطير بصراحه يعني، جمهور بحب الكوره جدا واهلاويه معظمهم، فاللي بيجي من الاهلي بالنسبه لهم بيبقى يعني حاجه نجم مهمه كبير. وانت نجم كبير. لا كنت ساعتها ولا نجم ساعتها ولا حاجه بقى، كنت ساعتها كنت بتفكر ان انت تنهي مشوارك بعد تماما. عشان كده النهارده لو قابلت كابتن محمد رمضان في مكان مش هتسلم عليه. يعني ما بقابلوش اساسا يعني. بقابله فين؟ ما بقابلوش.
عشان هو قال لي كده. قال لي لو قابلته في مكان مش هسلم عليه. هو يعني عمل فيك حاجه يعني؟ لا خلاص بالعكس، انا ده انا اداني فرصه ان انا ابقى قاعد معاك هنا دلوقتي. يمكن لو كنت قعدت ممكن ما كنتش يبقى عندي حظ ان انا العب يعني. بالعكس ساعات الواحد بيفتكر ان في حاجه بتحصل له وحشه، ولكن بالعكس هي جت معايا. يمكن انا هقول لك على نقطه مهمه جدا، يمكن انا من اللعيبه او تقريبا اللعيب الوحيد في مصر اللي شهرته معكوسه. يعني كل لعيبه مصر كلها الاسماء الكبيره بنتكلم عليها ومنتخب مصر كلهم من الاول للاخر، لما راحوا من انديه صغيره راحوا الاهلي او الزمالك شهرتهم اتعرفت. ايوه، وبقوا يلعبوا في منتخب مصر وبقوا معروفين وبقوا نجوم. عكسي انا تماما، انا مشيت من الاهلي وانا في الناشئين يعني، او مشيت 21 سنه كنت المفروض اتأيد ما لحقتش، لعبت في الناشئين. لما رحت خدت شهرتي في فرقه زي فرقه المنصوره الحمد لله، والحمد لله حتى الان الناس بتفتكرني بيها. فدي شويه ما بتحصلش الا لعيب، العكس يعني شهرتي معكوسه مش زي بقيه الشهره الطبيعيه اللي بتحصل في مصر يعني. انا شايف ان انا محظوظ جدا بصراحه. كله نصيب طبعا. نرجع تاني للسوبر، نرجع للسوبر نتكلم عن اكبر. ما خلاص مش هنجيب في القديم تاني. أيوة. عشان حسيتك هتتاثر شويه. لا خالص. لا بالعكس خالص. انا الظلم وحش. لا الظلم وحش، الظلم ظلمات. خلينا نرجع للسوبر احسن. ونتكلم عن اكبر حارسين في مصر وفي افريقيا، محمد الشناوي وعواد. الحقيقه امبارح من اكبر المباريات اللي عملوها امبارح كل من الشناوي وعواد، خاصه عايزه اقف عند الشناوي لان عدد كبير على السوشيال ميديا من جمهور النادي الاهلي كانوا عايزين شوبير زي ما انت قلت يا عمرو، وفي حاله من الغضب والانتقاد اللي بيوصل لمرحله من التجاوز على محمد الشناوي، ما اعرفش عشان عمل ايه فيهم بجد. فما اعرفش هل ده رد اعتبار لمحمد الشناوي امبارح، لان انا امبارح يمكن كتبت على اكس كده قلت دي المباراه عنوانها محمد الشناوي. تتفق ولا تختلف؟ طبعا الشناوي حارس مرمى كبير عنده خبره، لسه قادر يدي بشكل كبير جدا. واثبت امبارح ان هو يعني لسه محمد الشناوي يعني. طبعا. وخلينا نتكلم في النقطه اللي اتكلمت فيها دي، هو جمهور الاهلي اللي هو انت شفتيه فين الجمهور ده؟ بشوفه على التعليقات عندي بس كده. انا على التايم لاين. خلينا نقول ان السوشيال ميديا دلوقتي ما هياش الصوت الحقيقي يعني، كل واحد بيبقى عنده اللي وراه بقى صفحات، اللي عنده اتجاهات وات ايفر كانت الاتجاهات ايه بقى، لدرجه ان في دلوقتي صفحات على السوشيال ميديا يقول لك في الظاهر يبان ان هو مثلا بيدافع نادي الاهلي، لكن هو ممكن يكون بيحب لعيب اكتر من فرقه، ودي ظاهره غريبه جدا ما كناش بنشوفها قبل كده يعني. انا ما بشوفش خالص بره ان ايا كان الاسم مين، هقول لك بقى مثلا نوصل لكريستيانو رونالدو، لو ممكن تلاقي واحد في ريال مدريد دلوقتي ممكن يقف في صف كريستيانو رونالدو على حساب مثلا ريال مدريد. صح. لا يمكن. احنا عندنا في مصر هنا السوشيال ميديا اول حاجه المعطيات بتاعتها او الارقام بتاعتها كلها كذابه لانها مش حقيقيه. ومع ذلك بدون قطع كلامك في من مجالس الادارات وفي يعني مجالس بتتاثر براي السوشيال ميديا وبتاخد قرارات بناء على تعليقات السوشيال ميديا. لا ما تضحكليش الضحكه دي، صح انت عارف وانا عارفه. والله العظيم بيحصل. طب ما دي مشكلة. مع اننا كلنا عارفين ان هي ممكن تكون اراء غير حقيقيه. طيب ما خلينا نتكلم بقى، انت عايز تخش في الموضوع كله يعني، هل احنا عندنا في مصر كره حقيقيه يعني زي بقيه دول العالم؟ هي مش موجوده. ما هو ده دي احد الاسباب اللي كان فيه، ده احد الاسباب ان صناعه الكره عندنا لسه مش عارفين نوصل للاحترافيه الحقيقيه حتى الان يعني. فدي مشكله كبيره جدا، من ضمنها الجمهور، من ضمنها الجمهور اللي بيروح الاستاد اللي هو بقى له فتره ما بيروحش الاستاد، من ضمنها الجمهور اللي بيقعد ما بيروحش للاستاد هيعمل ايه؟ هيقعد على السوشيال ميديا هيعمل ايه؟ هيقعد بقى يخبط في ده، وده بيحب ده وده بيحب ده، اللي يقدر على التاني. من ضمنها بعض الصحفيين برضو ما بيكتبوش الحقيقه، بيكتب اللي انتمائه لايه؟ بعض المحللين نفس القصه، بعض المذيعين نفس القصه، اتحاد الكرة نفس الموضوع. فالمنظومة كلها لازم تتظبط. فده أحد الأسباب بتقول عليها دي طبعا، إن في مجالس بتتأثر طبعا بالسوشيال ميديا طبعا، لأن النظام كله مش مفهوم. فما أقدرش أقول محمد الشناوي مظلوم؟
محمد صلاح مظلوم ليه؟ محمد بيلعب لحد دلوقتي وصدد الكره اللي كنا بنسمع الكلام على شيكابالا. انا بتكلم برضو على الشناوي، يعني قلت ان شيكابالا ضيع الكوره وكان المفروض يجيبها طبعا لان شاطها وحش جدا، لكن الشناوي كان ممكن يختار زاويه ويروح الناحيه الثانيه وتخش برضو. يعني خلينا نتكلم، لا الشناوي لاعب كويس جدا، لاعب قادر يصنع الفرق بتاع الشيكا وعنده خبره كبيره بتاعت حمزه بالظبط، غير انه صد. انا بتكلم على الكره الفارقه يعني، لكن الشناوي اثبت ان هو موجود. ومش معنى كده ان شوبير مش كويس، لا شوبير كويس جدا طبعا. وكان احد اسباب فوز الاهلي ببطوله افريقيا. صح. فلما اكون عندي اثنين كويسين جدا ايه المشكله؟ طب ما كان عندنا زمان، لا افتكر بس انت كنت صغيره شويه ممكن، كان عندنا كابتن ثابت وكابتن اكرامي. كانوا بيلعبوا ماتش وماتش، كانوا بيبدلوا مع بعض من كتر هما الاثنين كانوا اقوياء جدا. فين المشكله؟ انا مش شايف في مشكله، احنا عايزين مشكله من لا مشكله على فكره. كلمه عن عواد بقى عشان ندخل في فقره واحد من اثنين. عواد هايل ما شاء الله، يعني بصراحه ماشي بشكل قوي جدا، احد الاسباب اللي مدي ثقه لنادي الزمالك. لما يبقى ورايا انا بلعب وحاسس، انا حتى كنت بلعب كراس حرب بعرف ان ورايا حارس مرمى قوي مش هيخش فيها جون، بيديني ثقه ان انا اقدر ارجع في المباراه في اي وقت. فبصراحه عواد بحييه على هدوءه وطريقه تعامله حتى مع اللعيبه في بعض حراس المرمى بيبقوا بيأفوروا شويه في الزعيق حتى في الملعب. صح. لما كره تحصل غلط، لا بالعكس هو سبورتنج جدا للعيبة. بدأت تبان خبرته بشكل كبير جدا، فمد ثقة للفريق طبعا في أرض الملعب. فبحييه بصراحة تحية كبيرة جدا. محترم. طبعا حية. يلا نروح لفقرة واحد من اثنين مع الكابتن الكبير تامر بجاتو. ممكن نبص هنا يا كابتن. السبب في خسارة الزمالك للسوبر المصري، حمزة المثلوثي ولا شيكابالا؟ شيكابالا. شيكابالا. السؤال الثاني، أفضل لاعب في مباراة نهائي السوبر؟ عواد. عواد؟ لأن الزمالك كان عنده مشاكل كتيرة جدا غير الأهلي حقيقة. بس خدها الشناوي. وإيه؟ خدها الشناوي أفضل لاعب في مباراة امبارح. أنا معاكي، بس أنا بتكلم في المباراة طبعا أنا معاكي الشناوي لأن طبعا ضربات الجزاء طبعا. ولكن عواد نفس القصة، عشان ضربة جزاء برضه قوية جدا، لكن أنا بتكلم حالة الأهلي أفضل من حالة الزمالك. فلما يكون حالة الزمالك أقل من الأهلي وعواد يصد كم الكور دي يبقى موجود كده، فأنا مش تقليلا من الشناوي خالص بالعكس، لكن أنا بتكلم إن حالة عواد في ظروف أصعب، في ظروف أصعب بكتير. أيوة من الشناوي، مش عشان هو بالظبط يعني. السؤال الثالث، الأفضل لإدارة مباريات القمة الحكم المصري ولا الحكم الأجنبي؟ الحكم المصري. الحكم المصري. صراحة يعني أنا مع الحكم المصري دايما. حتى في بعض الأخطاء، إحنا بنشوف بعض الأخطاء في الدوريات بره، الدوري الإنجليزي بنشوف اللي هو أصعب دوري حتى بالفار موجود. بتبقى فيه حاجات غير طبيعية، لكن بس أنا شايف بس الحكم قلت المصري. من شوية أنت قلت من شوية إن الانتماءات بتتحكم، فالكورة محتاجة كتير. طبعا. فبرضه بتفضل الحكم المصري؟ مش شايف ان في كان اخطاء في المباراه بتاعت امبارح، ما شفتش حاجه نقف عليها تقولي ان يا لو التحكيم اجنبي كان حاجه ثانيه. لا الحقيقه كان هايل بصراحه. السوبر كله على فكره طبعًا. مش مباراه امبارح بس بالظبط، ما كانش ما حصلش الحاجه اللي احنا وقفنا عليها. صح. حصل عليها مشكله. فليه ما اقفش مع الحكم المصري؟ هم حالفين لا يبداوا صفحه جديده. ابراهيم نور الدين طلع على كل القنوات وعد الناس بالموضوع ده. السؤال اللي بعديه، أفضل ظهير أيسر في القطبين، يحيى عطية الله ولا محمود بنتاي؟ عطية الله بصراحة. عطية الله. يحيى من أول، وده صعب جدا تيجي فجأة، دخل في الفرقة بسرعة جدا، أول مباراتين كان هايل ووصل الفرقة بشكل كويس ودخل في المنظومة سريعا جدا. امبارح كان حظه وحش جدا، الكرة اللي جت في العارضة دي كانت يعني كانت هتغير المباراة خالص الحقيقة. فلا ليه تأثير واضح، فكان أقوى بصراحة. ولكن بتاعك على فكرة هيخش بشكل كويس جدا. طبعا يعني. السؤال الأخير يا كابتن تامر، بطل الدوري الموسم ده بعيدا عن انتمائك بجد انتمائي تتوقع مين؟ الأهلي. الأهلي.
بصي ال 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 ومش شرط تقولي الاهلي ولا الزمالك، ممكن تقولي فريق ثالث يعني عادي. الاهلي بص هو كانت فرصه بيراميدز الموسم اللي فات، ما افتكرش الاهلي هيكرر نفس اخطاء الموسم اللي فات في الدوري. بيراميدز ضاع منهم الدوري السنه اللي فاتت نتيجه الجمهور مش نتيجه اللعبه خالص. الاهلي عنده مشاكل كتيره جدا، ولكن سبق الجمهور هو ال الكلمه العليا. الدوري مش هيروح الا الفرقه جماهيريه، مش كده؟ هو اهلي او زمالك، هو اهلي او زمالك طبعا، ولكن الاهلي عنده سكواد بره اقوى. زمالك هتقابله مشكله كبيره جدا في طول مباريات. لسه احنا الدوري لسه مش عارفين هيبدا امتى اساسا، اخر الشهر خلاص الاسبوع الجاي يعني مفروض حتى الان يعني. لا يا كابتن، لا أتمنى. المانيا جت عملت القرعه خلاص. طيب ونزلت يعني المواعيد ونزلت الجداول بالاسابيع. طب والله بص انا سمعت، انا سمعت الكلام ده بقالي 3 سنين او 4 سنين يعني. ما هم جم خلاص وعملوها. خير مش لسه هنشوف ان شاء الله، يا ربنا يكرم يا ريت. فانا بقول لك ان الدوري خلي بالك احنا بنكمل الدوري اللي فات، لان ما فيش، ما خدوش راحه في لعبه كتير، ما خدتش راحه الا حاجه بسيطه جدا. فالفرقه اللي ما عندهاش سكواد بره قوي، ما عندهمش لعبة كتير زي اللي جوه زي اللي بره، هتحصل له مشكله كبيره جدا من كتر البطولات. ولسه عندنا احنا عندنا الموسم ده موسم طويل جدا، ولسه الاهلي مسافر كاس عالم انديه، وعندنا افريقيا، وعندنا يعني عندنا لسه حاجات، فدي مهمه جدا. الاهلي الاقوى فنيا لحد ما، والسكواد ان انت عندك اللي بره زي اللي جوه، او عندك بدايل كتيره، عشان كده بقول الاهلي طبعا يعني. شرفتني يا كابتن تامر، ربنا يخليك حقيقي، ساعدنا بلقائك النهارده، وان شاء الله تتكرر تاني. اكيد انا بشكرك جدا وببارك لك هنا بقى، عشان انا ممكن اول مره اجي لك. تسلم. وميرسي جدا على الاستضافه، مع انك سالتيني في حبه حاجات كده يعني واصريتي عليها، بس انت بتتكلم بصراحه يعني بتحب تتكلم على طبيعتك. لا انا طبيعتك يعني. انا بحب اتكلم بصراحه يعني. فده ميرسي انك اديتيني فرصه ان انا ابقى صريح واتكلم براحتي يعني. نورتنا النهارده يعني. حقيقي جداً. اشكرك ميرسي جدا. بعد الفاصل نستقبل سعيد علي وهاني عصام، خليكم على الكلاسيكو. طبعا في كواليس كتيرة جدا جدا من امبارح للنهارده تخص اللعيبة. ماذا قال رامي ربيعة لشيكابالا عشان شيكابالا يجري وراه بالمنظر اللي احنا شفناه ده؟ وكان كابتن وليد صلاح عبد اللطيف في الانترو عايز يعرف، وناس كتير عايزه تعرف ايه اللي قاله رامي ربيعة خلى شيكابالا يتنرفز قوي كده. كمان كهربا قال ايه للمدير الفني خلاه يتعاقب بسرعه كده ويسافر على مصر بسرعه قوي كده ويتغرم مليون جنيه. كمان ثالث حاجه ترتيب اللعيبة في الضربات الترجيحية، هل يوسف أيمن بالفعل ده كان ترتيبه في الأهلي؟ على برضو في الزمالك هل ده كان ترتيب شيكابالا ولا الأسماء اتغيرت؟ أنا معايا ومشرفني النهاردة سعيد علي الناقد الرياضي اللي برحب بيه. أهلا بيك يا سعيد. أهلا شرفني. أهلا بيك يا أستاذ هاني. أهلا بيك. ومشرفني هاني عصام لأول مرة الناقد الرياضي في الكلاسيكو. ازيك يا هاني؟ ازيك يا استاذ سام؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس؟ الحمد لله. كالوسه بالتفصيل الناس عايزه تعرف باذن الله. سعيد طيب نبدا منين يا هاني يا سعيد؟ نبدا منين؟ سعيد. طيب احنا نبتدي، لو انت عايز تبتدي بالقصه الاهم، رامي ربيعه قال ايه لشيكابالا؟ رامي قال ايه لشيكابالا؟ وده التساؤل الاهم، فهي معلومه هاني، فخلي هاني يبتدي ويقول. بصي هو شيكابالا كان حديث ماتش الاهلي والزمالك، يعني بعد المباراه هو البطل شيكابالا. كان مشهد غريب شويه ان شيكابالا بيجي ورا ربيعه، الناس استغربت ليه. قال لك ده بيحتفل مع لعيبه الاهلي. بيحتفل مع لعيبه الاهلي. ببساطه تواصلت مع اكتر من مصدر جوه الفريق، فقالوا شيكابالا سمع رامي ربيعه وهو بيجري، رامي بيقول لشيكابالا انتوا مصدقين نفسكم؟ قال له كده. فشيكابالا اتضايق، جه ورا رامي ربيعه. رامي ربيعه اكد لعيبه الزمالك انه ما قالش حاجه، يعني لعيبه الزمالك راحت لرامي ربيعه وحاولوا ان هم يعني تهدئه الاجواء ما بين اللعيبه. رامي قال انا ما قلتش حاجه، انا بجري بنادي على زمايلي وبنادي على رضا سليم وما حصلش مني اي حاجه خالص وما قلتش حاجه. بس شيكابالا اكد للعيبه واكد للجهاز والمسؤولين بعد المباراه اللي رامي ربيعه
تجاوز في حق الزمالك، فبناء على كده هو انفعل. بس الحمد لله ان المشكله ما كبرتش وخلصت بدري بدري ما بين شيكابالا وما بين رامي ربيعه. بس انا شايف ان المشهد نفسه احد اسباب اللي حصل من شيكابالا ضيع ضربه الجزاء هي اللي خلت شيكابالا متوتر. طبيعي، بصي ان بعد الماتشات دايما في حاله توتر، بيبقى في حاله احتقان، انت متضايق فبتطلع غضبك على لعيب، بتطلع غضبك على امر ما، لعيب بيبقى متغير ومتضايق. فاللي حصل من شيكابالا غلط ايا كان. انت المفروض ماتش خلص خلاص، بتبقى في يعني مناوشات شويه المفروض تتغافل عنها لان المشهد كان ممكن يتطور. فده ببساطه اللي حصل ما بين رامي ربيعه وشيكابالا بعد المباراه. ولو كان رامي ربيعه قال كده لشيكابالا فهو مخطئ جدا. اخطأ؟ لا، رامي اخطأ طبعا، اخطأ طبعا. ده لو كان قال كده فعلا انا مصدق ربيع. انا مصدق ان رامي قال، لان رغم ان شيكابالا في تاريخه يفتعل ازمات بالفعل، لكن في ظرف زي ده بالتحديد مش هيبادر بالسلوك ان هو يجري ورا لعيبه الاهلي الا اذا سمع حاجه. يعني انا اصدق روايه تانية، يعني تصدق انه رامي يقول له استفز شيكابالا؟ مش استفز، معنى استفز اللي هو رامي رايح يحتفل فبيقول له ما تصدقوش نفسكم. يعني اصدق دي ان رامي يقول له كده، اوعى تصدقوا نفسكم مثلا. يعني دي هصدقها، يعني انا ما عنديش معلومه مؤكده فيها لكن هصدقها، وعقلي يقتنع ان شيكا مش هيبادر بان هو يجري ورا لعيبه الاهلي من غير حاجه. لازم في حاجه حصلت، اتقالت كلمه فهمها صح فهمها غلط، لكن في النهايه في حاجه حصلت حركت ده. طب كهربا قال ايه الكولر خلاه يصفروا قوي على مصر كده على طول؟ طيب كهربا ازمته يعني يمكن هي تطورت بفعل اللي حصل مع كابتن محمد رمضان بالتحديد. يمكن هو رفض يسلم على مستر مارسيل كولر في غرفه اللاعبين بعد المباراه، والغريب ان بعد المباراه مباشره كولر او كهربا كان مع كولر في الملعب وواقف بيتناقش معاه، وفي ابتسامه ومفيش زعل ومفيش اي حاجه خالص. كان في المشهد ده بالتحديد والكاميرات اظهرته كولر بيطمن على اصابه اسامه ابو علي بعد مباراه سيراميكا، وكهربا كان جنبهم والدنيا طبيعي جدا. كهربا شحن او اتشحن بعد خلال التدريب، الخاص بالمستبعدين، وفي كل مره كهربا يتورط في نفس الموقف. عنده شحنات انه بقى المهاجم رقم ثلاثه، انه ما بقاش فرصه قلت بعد تالق طاهر في المباراه الاولى، فتعامل بحده مع المدرب المساعد، مش بيتمرن بجديه، تنرفز عليه، خرج متعصب. خرج متعصب، قعد في الاوضه، كولر بيسلم على مجموعه اللاعبين كلها، هو رفض يسلم على كولر. محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الاهلي بيعاتبه على الامر، رد عليه فيما معناه انك ما تعملش نفسك مدير عليا. قال للكابتن محمد رمضان فيما معناه، يعني خليني ما اقولش، يعني اللي هو انت ما تعملش نفسك يعني انا مش هو قال اكتر، يعني قال حاجه التصريح. هو ما قالش لفظ بكل امانه، يعني هو ما قالش لفظ، ما ترفضش، يعني ما تجاوزش وما قالش لفظ، بس انت ما تعملش نفسك مدير عليا. فطبعا ده السلوك ده اغضب كابتن محمد رمضان بشده، وحصل تواصل مع المسؤولين وتم اتخاذ القرار. طيب انا معلومتي يا سعيد الاول بس انه كهربا ابتدى في الاول خالص لما كولر في المحاضره، لما كولر عمل التشكيل واختار طاهر محمد طاهر كمهاجم، تمام، فالبرطمه اللي حصلت من كهربا هي اللي خلت رده الفعل بتاعت محمد رمضان انه ياخد القرار ده عليه، او ياخد رد الفعل ده. لا، اتخاذ المشكلة بدأت من هنا. ماشي، بس اتخاذ القرار كان بعد تطوره وبعد السلوكيات اللي عملها كهربا. يعني كهربا لو هو كان عبر عن ضيقه لكنه ما ارتكبش سلوك ماشين في يعني لما حصل الإعلان على التشكيل غضبان متضايق، لكنه ما قالش حاجة غلط. ماشي، طبيعي حقه لحد التدريب اللي بعد المباراة كهربا لم يرتكب أي خطأ وما كانش عليه اي ملاحظه. بدات الازمه بالفعل بعد ما في خلال التدريب، وتطورت بعدم مصافحه مارسيل كولر، واتخذت منحى تصعيدي غير عادي بانه قال للكابتن محمد رمضان فيما معناه ما تعملش نفسك مدير عليا. فبالتالي وصلت الموضوع او وصل الامر لطريق مسدود هنا، واضطر كابتن محمد رمضان انه ياخد عقوبه، لان كان المشهد قدام الناس كلها، قدام غرفه اللاعبين. لو ما اتخذتش قرار حالا بالشكل ده في الاسبوع الاول للكابتن محمد رمضان جوه اوضه اللبس، اذا انت فقدت سيطرتك. ففي الحاله دي كابتن محمد رمضان والكابتن محمود الخطيب كانت وجهه النظر متفقه على ان يكون في ردع ثم نشوف هنحتوي ازاي. وهنا ده اللي ياخدنا الجزئيه الثانيه، مصير كهربا ايه؟ مستقبله ايه؟ لا، قبل مصير كهربا انا هرجع لك تاني في الجزئيه دي. انت مصممه بس انا عايز اخد اللفظ. لا لا مش عايزه، انا عارفه اللي اتقال، انا عارفه تمام بس انا عارفه انه اللي اتقال ده اتقال لكولر
مش لمحمد رمضان المدير الرياضي. اتقال لمحمد اتقال لكولر في البدايه ولما محمد رمضان حب يحتوي راح شايط فيه هو فراح كمان فراح قال له كده. طب بس كولر كولر عشان تبقي عارفه هو مركزش في تقال ايه. يعني هو كهربا تلفظ باللغات بسم الله ما شاء الله عليه بيتعلم لغات عشان خاطر يشتم. يعني احنا بنتعلم لغات عشان نطلع على ثقافات اخرى. هو ما اتعلمش لغات غير في الحته دي ان هو يشتم ازاي. يعني هو اتعلم لفظ قالوا الكولر يعني قالوا الكولر بس مش في وش كولر. رمضان لا قالوا الكولر هو قالوا الكولر طبعا أيوة. بس مش في وش كولر اللي هو ما رضيش يسلم عليه وسابه ومشي فبيتكلم وهو ماشي بيبرطم زي ما انت بالظبط بالظبط. فكولر هنا ما سمعش اي حاجه. يعني هو شايف واحد معترض شايف واحد بيقول كلام يعني مش مفهوم فبالتالي خلاص الموضوع يمكن احتوائه. طيب. هو قول لي كابتن محمد رمضان التطور اللي حصل مع الكابتن محمد رمضان هو السبب الاساسي في اتخاذ قرار. لكن هو كولر من بدري قوي ومن زمان قوي ملاحظاته على كهربا كتير وفي الصيف الاخير مش عايزه. قالها مره واثنين وعشرة من ساعه فرح اخته انا مش عايز كهربا بالظبط. هو كانت البدايه الاساسيه فرح اخت كهربا بالظبط. دي اعتقد دي كانت بدايه الشرار ما بين المدير الفني واللاعب. لكن انا عايز ارجع لك في دي. بس انا كلاعب من حقي اتضامن مع زميلي وصاحبي بره الملعب والبس الرقم بتاعه واحتفل تضامنا معاه. لكن ان انا اطلع بتصريحاتي هاني واتكلم واقول لا يستحق ده كهربا بني ادم شخصيه كويسه جدا دي شفتها ازاي؟ مش من حق يعني امام عاشور. يعني انا بالنسبه لي تصريحات امام عاشور بعد الماتش وتضامنه مع كهربا انت مش دورك. انت دورك ان انت لعيب. مش دورك ان انت تتضامن مع كهربا وتدافع عن كهربا وتأيد كهربا. بالعكس انت لعيب المفروض تحترم القرار اللي تم اتخاذه من جانب اداره النادي الاهلي وان لكهربا تعاقب. فبناء على كده اللعيب موقوف واللعيب رجع مصر. هل لما امام عاشور لبس فانيله كهربا يعني ودعم كهربا فخلاص يعني هيرجع كهربا مثلا رقم واحد. رقم اثنين امام عاشور ولا ركز هنخصم من المليون جنيه مثلا؟ لا وامام عاشور ركز بعد الماتش في التصريحات البس فانيله كهربا وكلمه على شيكابالا رغم ان انا شايف ان امام عاشور ما جاش فعليا من ساعه ما جه لا الاهلي بشكل عام ما قدمش 20% من المستوى اللي كان في الزمالك. تركيزه بره الملعب هحتفل ازاي؟ هكتب ايه على السوشيال؟ هنحتفل انا وكهربا ازاي؟ امام اتعامل لما جه النادي الاهلي من وجهه نظري اكتر مما يستحق. فخلاص اللعيب انا ما عملتش حاجه واخدت كل حاجه. انا لسه ما عملتش حاجه خالص واخدت كل حاجه. فكانت الصدمه في الملعب اما الجمهور لا امام مش مركز. وبالمناسبه حتى بعد ماتش السوبر الافريقي لما نزل وحلق شعره والكلام ده كله هو مستواه هو ما اتغيرش. طيب هو قال لك انا حلقت شعري عشان بنتي بتخاف من شعري فانا حلقته عشان كده. هو قال كده. لا انا امبارح كنت قاعده لهم. انا امبارح كنت قاعده لكم. انا عايز اسالك سؤال. هو في دلوقتي قرارات هتتخذ بسبب تصريحات امام؟ لا جوه النادي لا مفيش قرارات. لكن في جلسات. لان جلسات ايه؟ في جلسات ايه؟ الكابتن محمود الخطيب ضد سياسه انك طول الوقت تتكلم عن الاخر. يعني هو مش عاجبه تصريحات امام عاشور الخاصه بالحديث عن دونجا. انت بتحتفل مالكش علاقه بالاخر بيعمل ايه. فده امر مضايقه. انت بتحتفل ما تركز. شيكابالا قال الواحد مننا ب 20 فالواحد مننا ب 100 في الاهلي. فده اغضب بعض مسؤولي النادي الاهلي. وكابتن حسام انا مصري مش نيجيري. بالظبط برافو عليك. هي كلها تصريحات صحيح. الحقيقه صحيح. يعني ففي قاعده معاه ان ده مرفوض وان المره الجايه في خصومات في مليونات جديده زي المليون بتاع الكهرباء ممكن في مليونيه ممكن نشوفها مليون بالزبط. نشوفها هتشوف بالظبط هتشوف حاجه زي كده. فبالتالي هو الا اذا ايه بقى انت داخل دلوقتي على ماتش مهم يوم الثلاث اللي جاي قدام العين بالزبط. في الانتر كنت فهو مش هينفع صحيح ايوه مش هينفع مش هينفع يعني يتم تصعيد الامور وعقاب قاسي ونصدر الازمه دلوقتي. لكن هو لازم تتبع سياسه الاحتواء برضو. انت مش طول الوقت سهل جدا جدا اعمل لائحه دلوقتي واخصم مليون 2 مليون صح سهل صح اسهل حاجه في العالم ممكن تعملها بتشات جي بي تي ويطبق. ده مش محتاج لبشر. لكن دور البشر انه يعني يتوقع الازمه ممكن تيجي منين وابدا اسد الثغرات وامارس الاحتواء واقول 1 2 3 ما يحصلش. صحيح ان اخطاء امام او كهرباء متكرره
لكن في النهايه انت مطالب بممارسه الصبر معاهم عشان انت قدامك لسه. ويحسب لمجلس الاداره والجهاز الفني انه بيتعامل بحكمه شديده جدا. بالظبط. يعني بعقلانيه مع اللعيبه اللي من النوعيه دي. طب انا اقول لك حاجه. بس بسرعه. لو الكابتن محمود الخطيب مش رئيس نادي الاهلي كان كهربا مشي من الموسم الاول. والكابتن محمود الخطيب تعامل مع كهربا بابويه اكثر من تعامله كرئيس مجلس اداره ومسؤول. وقدم لكهربا ما لم يقدمه للاعب اخر طوال تاريخه. يعني في كل الازمات كان واقف معاه قوي وتدخل واكثر من مره واكثر من مدرب مش عايز كهربا. يعني مدربين مدربين من توالوا على تدريب الاهلي طلبوا يمشي. في كل مره الكابتن محمود الخطيب واقف جنبه وانحازلي وقدر الموقف اللي عمله كهربا لما ضحى وجه النادي الاهلي وتنازل. ولكن يبقى السؤال الى يعني الى اي مدى هتفضل الفرص تمنح؟ يعني لحد امتى؟ بس اقول لك في الصيف ده كانت خلاص انتهت الفرص، بس مفيش حد عايز كهربا. يعني هو العرض الوحيد انت اتقفل يا سعيد. ايوه هو العرض الوحيد اللي كان عنده العرض الوحيد اللي كان متاح لكهربا كان زد. يعني هو الاهلي حاول يسوقه وما لقاش نادي. والاهلي طلب منه يمشي، لكن هو كهربا مصمم انه يكمل حياته في الاهلي وشايف ان هو لو خرج من الاهلي خلاص انطفى. وكده اتقفل للساعه 12 بالظبط النهارده دلوقتي. بالظبط. شيكابالا كان ترتيبه كام في ركلات الترجيح بعد الماتش؟ الناس كلها هل شيكابالا خد الكوره وشاط، ولا هو اللي شاط من نفسه ولا هل حد قال له شوت، ولا ايه اللي حصل؟ ببساطه هقول لك على مفاجاه. المفروض اللعيب اللي كان يشوت ضربه الجزاء ما كانش كبالة، هو كونراد مشلاه. ايوه كونراد قبل ما يخش تراجع خلاص، هو الاتفاق ان كونراد الضربه بتاعت شيكابالا دي كونراد. يعني كونراد اللي قلق قال لهم لا، اللعيبه الكبيره هي اللي تشوت، اللعيبه القديمه طبعا خلاص. انت بيبقى سيام قرار لحظي، لازم حد ياخد الكوره ويشوت دلوقتي. فكونراد طبعا هو السبب في اللي حصل. شيكابالا ضحى صدمه. شيكابالا خد الكوره وراح شاط. بقول له شيكابالا ضحى، خد الكوره وراح شاط. فعلا خد الكوره وراح شاط. مفيش حد، كله وقف خلاص. انت لازم في لحظه حد يشوط. شيكابالا خد الكوره وشاط، اما ضيع خلاص الترتيب اللي بعد كده مين؟ مش لاك اللي شاط بعديها. طب معلش يعني انت مش هينفع تاخد خطوه ثانيه بقى الكوره اللي بعديها. بالمناسبه شيكابالا وراح يشوط، الناس اللي قاعده جوه الجهاز نفسهم واللعيبه نفسها اللي بره خالص على الخط، اللعيبه قالت لبعضها شيكابالا هيضيع. بجد؟ قالت لبعضها. متاكد؟ قالت لبعضها شيكابالا هيضيع. ليه؟ ما هو مش ترتيبه. لعبت الزمالك؟ لعبت الزمالك. قالت لبعضيها شيكابالا هيضيع. ليه؟ لان مش لان هو شيكابالا مش مجهز ان هو يشوط. شيكابالا كان ترتيبه ايه؟ شيكابالا كان ترتيبه في الاخر خالص قبل عواد. في لعيب كمان محمد السيد، محمد السيد ما كانش عايز يشوط. محمد السيد ما شاطش، كان ترتيبه هو كمان في الاخر. رأيك خالص كده كده محمد السيد ناشئ. بالظبط. هو طيب. كمان ما كانش عشان الناس ربطت النهارده محمد السيد هو اللي كان المفروض هيشوط. لا مش محمد السيد، محمد السيد من اول خالص قال لهم انا مش هشوط. لا انا عارفه انه كونراد مشلك هو اللي كان هيشوط. كونراد هو اللي كان هيشوط. شيكابالا ما كانش ذهنيا جاهز. هو حاول ينقذ موقف طبعا. ينقذ موقف خوف مشلك ولا لا مفيش حد خد، ما هو الناس اللي وقفت. ولا ادبيا عشان ده قائد الفريق. ادبيا، برافو عليك، ادبيا ده قائد الفريق. خلاص في لعيب انسحب فلازم حد يخش، فشيكابالا اللي خد الكوره وشاطه في الاخر ضيع. هو اتهاجم طبعا، والناس قالت لك ان هو كان عايز يحتفل وان هو اللقطه الاخيره. اللقطه الاخيره. توابع اللي حصل، توابع اللي حصل. معلوماتي جوميز بلغ وكيله الاوروبي انه عايز يمشي من نادي الزمالك بشكل نهائي بعد الماتش. لا تاني. جوميز تاني. بلغ وكيله الاوروبي انه عايز يمشي من نادي الزمالك. قال له انا مش مستريح، مشاكل كتير. واللي انا شفته في الزمالك الكام شهر دول يا سعيد عمري ما شفته في حياتي. قال له كده. ما فيش شك ان جوميز بطل بصراحه. بطل. عمل بس يعني معجزه. أيوة. سكواد كان ضعيف. غيابات كتير جدا وحصل على بطولتين. وحصل على بطولتين. عايز يمشي بعد ما حصل على بطولتين. يعني بدايه الكلام كمان يا سيام بعد ماتش بيراميدز، بعد ما الزمالك كسب. بعد ما الزمالك كسب كمان. ليه؟ هو مش مستريح، هو شايف ان المشاكل كتير. لعيبه اللي جت هو مش مقتنع بيها، خلينا نكون واضحين. وعلى راسهم كونراد. جوميز مش مقتنع بكونراد اصلا. ومش مقتنع بعمر فرج. الصفقتين اللي هم اللي الزمالك تم التعاقد معاهم. اداره نادي الزمالك بتحاول تهدي. ممكن تسمعي نفي
اليومين الجايين اللي لقوا ان الراجل مكمل وعايز يقعد والكلام ده كله، لا انا باكد لك ان الراجل بلغ وكيله الاوروبي انه عايز يمشي من نادي الزمالك ومش مستريح، وده نادي الزمالك بتحاول تحل الموضوع معاه، بتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه. باب القيد قفل، انت لسه قايله الزمالك هيتعاقد وبصدد التعاقد مع صفقه جديده الساعات اللي جايه رغم غلق باب القيد. ازاي؟ وخلص مع اللعيب كل حاجه. لا هيعملها ازاي رغم غلق باب القيد؟ اللعيب حر مش مرتبط بتعاقد مع اي نادي، واللوائح بتسمح لك ان انت لعيب مش متعاقد مع اي نادي على مدار الموسم من حقك ان انت يتم التعاقد معاه. لعيب محلي ولا اجنبي؟ لا اجنبي. الاسم مفاجاه. مين الاسم؟ ايجاريا. ايجاريا هيرجع تاني؟ اللي هو كان جه وتم اختباره. اذا كان جوميز عايز يمشي. ما بقول لك ادارة نادي الزمالك بتحاول ترضي. لا والله بجد بتحاول ترضي. انت بتضحك على ايه؟ مصممين يضحكونا. لا بجد والله. يضحكوك ليه؟ لا انت في مدرب عايز لعيب، خلاص انا بحاول ارضيك بكل الطرق. اللعيب اللي مشي وخلاص. هو السؤال ايجاريا لاعب كويس ولا مش كويس؟ بص اللعيب لعب ماتش ودي لمده حوالي 45 دقيقه ما جاش. انا ما شفتوش شخصيا بس سالت ناس، قالت لك لعيب حلو وناس قالت لك لعيب وحش. مين اللي عايزه؟ جوميز. جوميز اللي عايزه ولا لا والنهارده ولا احد؟ لا جوميز اللي مصمم على ايجاريا وجاريا جه يعني يعتبر عمل اختبار في ماتش ودي. وجوميز هيمشي ويسيبه؟ لا هم اداره نادي الزمالك النهارده بتحاول ترضي جوميز بكل الطرق عشان يقعد. طب انت عايز ايه؟ طب هنجيب لك ايجاريا. وكلموا النهارده ايجاريا وقالوا له هنبعت لك تيكت الطيران. ايجاريا شرطه انا مش هتكرر معايا نفس اللي حصل، انا هاجي ابعتوا لي العقود همضي اتايد على طول. لا همضي ابعتوا لي العقود همضي بالايميل واكون موجود. ايجاريا جوميز شايف ان ايجاريا انا اللعيب اللي عايزه. ليه؟ هو مش مقتنع بكونرد. هيحصل امتى ده؟ الساعات لا تم النهارده فتح باب المفاوضات تاني مع اللعيب. المفروض خلاص في مرحله التفاوض والاتفاق هيبعتوا له العقود يمضي. لو اللعيب وافق وتم الاتفاق على كل حاجه هيجي، بس ايجاريا متضايق من اللي حصل معاه. طبعا كولر مكمل اكيد. طبعا كولر مكمل و ثانيه قولي لا انت اللي اتكلم في ثانيه، المفروض اختم اقول ايه؟ انا اقول ختام الكلاسيكو. كولر لخص كل شيء في تصريحه الاخير قبل مباراه الزمالك. حسبوني اخر الموسم. وعايز اقول لك كولر لما بيعد هو ما بيبيعش كلام، يعني الراجل ده دقيق دقه السويسريين. ايوه صح ماشي. فلما يقول حسبوني وواثق في الفوز والتتويجات خليكي مطمنه لده جدا. وكولر باني ده على اي اساس؟ على اساس المجموعه اللي معاه والتدعيمات اللي اتفق عليها. انا بشكرك جدا. شكرا جزيلا. بشكرك يا هاني جدا. ربنا يخليك. شكرا يا سيام. بشكركم مشاهدينا جدا وتصبحوا على خير.